وحسيت في بريزانس، في حدا موجود مش عم بشوفه بس في حدا حاسس بحضور حدا. سو فكرت قلت انا عم بحلم، بيقوم بيجاوبني بيقول لا انت مش عم تحلم، وكان عم بيجاوبني بلا حكي، يعني ما كان عم بيحكي معك يعني بيحكي بلا حكي، يعني بدون صوت بدون كلمات ولا لغة، يعني ما حكينا عربي ولا فرنسي ولا انجليزي ولا اسبانيولي ولا عبراني ولا سرياني، هو اللي بعرف شوي منهم، بس كتير واضح انه عم بيحكيني بدون حكي بس كتير واضح، قال لي انت مش عم تحلم. سو فكرت انا اكيد مش واعي هلا، قال لي هلا انت واعي، بحياتك ما كنت واعي قد ما انت واعي هلا، كمان بزيت الطريقة بك تخيل شو مخي عم بيصير فيه. سو تفكر انه انا وين، شو عم بيصير، شو صار، هذا مين، مين عم بيحكيني، صار السؤال الكبير، وخي انت مين، وينك. بس سألته انت مين، عرفني عليك، اكيد عم بيفهم شو عم بيصير براسي، ام عرفني على حاله. J'ai eu le temps de réfléchir sur la condition humaine. Raymond Nader, welcome to Sardé. Welcome. Thank you. صرنا فترة عم نحكي مع معين وكن بدنا نستضيفك. رح فسر لك وخبر كمان للمشاهدين ويلي بيسمعونا لي، صار لي تقريبا 30 سنة بعرفك وبعرف قصتك وعنا علاقة كتير كتير حلوة، ومرة خبرت قصتك لمعين بالأول أكيد قال لي لا مش مزبوط مش ما لا، فجيته صور يلي رح يبينوا على الشاشة كمان، وقال لي لا مش معقول بدي اتعرف على ريمون نادر. قلت له ايه، فقررنا نستضيفك اليوم. انت اصلا مهندس نووي، اليوم بدي اقريهم لانه عندك عدة شابويات مثل ما بتقول. انت اليوم Executive Director تبع نورسات تيلي لوميير، رئيس حركة لبنان رسالة لبون ميساج، ورئيس عائلة مار شربل. فصار شيء بعشرة تشرين الثاني 1994، وجعبنا نسمع هالقصة ومعين خاصة كثير. أكيد. أوكي، أول شيء أنا كثير مبسوط كون معكم اليوم، مبسوط شوفك من بعد 15 16 17 سنه ما شفتك، ومبسوط تعرفت على معين. انا كمان شرف كبير لي، شرف لنا وفرحه كبيره كمان. تنبلش من هون، تنبلش بالشيء الحلو انه فرحانين ملتقيين. صح. شو صار بدي نوفمبر 94؟ كنت بالبيت بالليل وقررت اطلع على عناية، وهذا القرار ما طلع غريب لانه كنت تقريبا صار لي 10 سنين بطلع على عناية almost كل يوم. صار في عندي هيك كانوا بنيت علاقة أنا والمحبسة ودار مرمرون والجو اللي هونيك، وكنت عم بطلع عندي تساؤلات براسي عن الكون عن الخلق عن معنى الحياة، وكان مرشرب اللي يجذبني، كان يجذبني على مستويين. أول مستوى سيانتيفيك، تاني مستوى سبيريتويال، بس كنت كتير أكتر حشرة للسيانتيفيك بالأول لبعدين وصلت على السبيريتويال. السيانتيفيك إنه مرشار بالشخص عادي راهب عايش بالمحبسة لحاله ما حدا سمع فيه، كان يعمل بس شغل تاني يصلي ويشتغل بالحالة. سومات بليلة عيد الميلاد سنة 1898 1898، أول ليلة مات فيها حطوه بالقبر، صار يطلع من القبر من عنده نور، بقي يطلع نور من القبر شي 4-5 شهور كل يوم بالليل يضوي القبر يشوفوه كل العالم بالمحيط. وهذيك الايام انه ما كان في كهرباء ما في بروجكتورات ما في شيء، انه ما بيطلع نور يعني شغله غريبه. سو قرروا صوب شهر ايار تقريبا بعد ما كان صار له 4-5 شهور مدفون انه يشيلوه يشوفوا شو في بالقبر. فتحوا القبر شيلوه لمر شربل بعده نايم انتاكت، يعني كانه شخص نايم لا مهره ولا ولا شيء، عليه شوي تعفوني بس من المي لانه كانت المقبره فكتير رطبه، والرهبان كانوا يحطون على نوع من برانكار ما يحطون بتابوت، بقى شيلوه مثل ما هو تيابه مهريين بس هو انتاكت كأنه نايم، نظفوه رتبوه حطوه بصندوق
صار هالجسمان يعرق يطلع عرق ودم، نوع من البلازما يعني لونه روزادر، وبقى يعرق ويغيروا له تيابه ويغيروا الصندوق. اهترى اول صندوق حطوه بصندوق تاني، اهترى التاني حطوه بالتالت، وبلشوا يعملوا له تريتمنت لجسمه، فضوا له شقوه فضوه كله من جوا مفكرينه معبى مي وعم بيرشح لبرا، ونقعوه بالشوفيف قال تاي نشف، ونشروه على السطح وصاروا يعملوا تريتمنت تاي يوقف ينزل عرق ودم، لانه الرهبان تعبوا يغيروا له تيابه وصناديقه. سو بقي 67 سنه يعرق هالمتيار البلازما، خليط دم وعرق، وشخص ميت. انا ان طانك انجينيور و ساينتيفيك في لا بريمير لوا دو لا تيرموديناميك، لوا دو لافوازي، ريان سوكري ريان سوبر تو سي ترانسفورم. ان حدا ميت صار له 67 سنه عم بيطلع منه كل يوم كميه من العرق والدم، انه منين عم بيجوا؟ وعملت كالكول هيك بسيط يعني، اذا عرق كل يوم 2 او 3 لتر على 67 سنه طلع منه شي 30000 لتر سيترن. انه حدا ميت طلع منه 30000 لتر، او عملت الكالكول مينيمال، افترض كشتبان يعني انه كل يوم 10-12 جرام على 67 سنه طلع منه شي 100-200 لتر، ومنين اجوا؟ وساينتيفيك ما هيدي ضد كل شيء ساينتيفيك يعني بعكس السير. سو هيك كانت اول حشريه خوي. كيف هلا بفهم البريزرفاسيون ديكور، انه ممكن واحد يموت جسمه يضل منيح في وين ما كان بالعالم، بس حدا يعرق 67 سنه. سو بلشت فكر من هون في شيء سبيسيال هالزلمه. هذا السيانس السبيريتويل، انه مات مارشال بيل اوكي من 100 سنه، بديك الايام كان صار له 100 سنه ميت. خي كل بتحس مارشال بيل وين ما كان، هيدا بقول ظهر علي وهيدا شفاني وهيدا حكاني، مش بس بلبنان، مطرح ما نروح بالكرة الأرضية في حدا بيعرف مارشال بيل. وبشكل الأيام هيك مثل واحد بيسمع أساطير. تخيل بس أنتر بارانتيز، نحن عنا الجروب اسمه فامي سان شاربيل، صار تقريبا موجود بكتير بلدان من العالم. آخر تشابتر فتحناه لعائلة مارشال بيل، واحد ما بيتخيل وين، بألاسكا، بألاسكا لزيسكيمو، إسكيمو السكان المحليين، وصل مارشال بيل لهونيك. لا لا، نحن شو نعمل؟ نحن نلحقوا مارشال بيل لهونيك، لأن نحن بنعرف المكسيك ولا أمريكا الجنوبية بالمكسيك أوكي، في لبنانيين لنقول أخذوا مارشال بيل معهم، بالبرازيل يمكن شارحوا، شو أخذهم لفوق؟ بالألاسكا كلهم دي سوتوكتون يعني ناس ألاسكيين إسكيمو يعني، حدا منهم مدري شو صار معه مع مارشال بيل، راح جاب تمثال مارشال بيل حطه بالكنيسة بلشوا يصلوا. اتصلوا فينا عبر الويب سايت وقلنا لهم احنا فامي سان شو لازم نعمل، سنبعث لهم الصلوات كلها. هو هلا في جروب للفامي سان شاربل بألاسكا ديزاسكيمو، بنقول انه ما في ولا لبنان يعني ما حدا اخذه لهونيك. بنيجيريا زيت الشيء، بالهند زيت الشيء، بالفلبين زيت الشيء. اخي مارشال بيل وين ما كان شو قصته الزلمه؟ سو سبيريتويل ما حسيت انه شخص اكسبسيونيل، وانا كان عندي حشريه بدي اعرف شو في بعد هالدنيا يعني، شو في بالعالم الثاني. دائما عندي هذا الهاجس براسي، اذا مت انا اليوم بكره وشو بصير؟ كان المسألة هذا السؤال اكيد. ايه انا كنت عم عيش بالحرب، بالحرب انه عايش انت وعزرائيل لحد بعضكم كل الوقت، ما بتعرف اي ساعه بيجي دورك، ساعه تقطع رصاصه حد عينتك، ساعه تطفع املي بعيده عنك مترين، بتحس انه بدك تقطع ما بتعرف اي ساعه بدك تموت هلا. سو كان عندي هيك مثل الاوبسيسيون، وخي نحن عايشين هلا بقلب الموت، يعني اذا اجت رصاصه براسي بقلبي بدل ما تقطع حد عينتي، انه تاني يوم انا وين بكون يعني، وين بروح؟ بس هالاشخاص اللي بركي ما بيعرفوا عم تحكي عن الحرب الاهليه اللبنانيه صح؟ صحيح. انت كنت بحزب معين؟ كنت اول شيء بالكتائب، بعدين بالقوات، بعدين بالقوات. اوكي، ما كان في غيرهم عم بيحاربوا ذيك الايام، سو كنت بدك تحارب مجبور تكون يا كتائب يا قوات قبل ما تصير كل هالمشاكل. anyway سو كنت دائما افكر انه اذا انا مت اليوم بكره وين؟ وحسيت انه مارشال بيل كانه هو هونيك، كانه قادر يعمل اللينك بين هون وهونيك، يقول لي شو في هونيك؟ سو اطلع المحبسة صلي اقرب الانجيل فكر. المحبسة فوق بعنية في كنيسة في دير مرمرون، دير الناس مرمون. اللي ما بيعرفوا عنية فوق البترون، لا فوق جبال، فوق جبال، جبال. ايه سوري، وفي شكلك ما بتطلع كتير. لا بلا بعرف، بياخد اوتوستراد جبال. في دير مرمرون، حد دير مرمرون في كنيسة مارشال بيل، كنيسة مارشال بيل الكبيرة. أوكي. وبعيد عنا شوي شي 1 كيلومتر طلوع على راس التلة في المحبسة اللي عايش فيها مارشال بيل 23 سنة. اوكي. وكان عايش قبل 16 سنه بالدير. سو كان هذا الهجس تبعي، اوكي بدي اعرف شو لود لا يعني شو في هونيك.
اوتر تومب مشان يحكي عنها ميموار اوتر تومب ميموار اوتر تومب انا كان ممكن بدل ميموار كان بتشوف الفيزواليزاسيون تبع اوتر تومب سو بذات الوقت كان عندي هيك تساؤلات كثير عن الكون شو معنى الكون ليش الله خلق الدنيا وليش خلقنا وشو بده منا واذا خلقنا وقلنا قيمه ليش بدنا نموت كل هالتساؤلات بيسالوها كل الناس أكيد. شو عم بعمل على الكوكب اوكي نزلت على الكوكب مثل باراشوتيست نزلت اوكي هلا شو وبدي ارجع فل فيلي اللوين تخيل كل انسان على وجه الارض اذا بوقف فتره بيسال خاصه بس يشوف موت انه كنا كل يوم عايشين مع ناس وتموت انا اول ما بلشت الحرب بلشت بالحرب لانه كنت انا بلعب درامز بباند وجيتار كنت هيبي يعني شعري طويل وسكسوكي وشايف الدنيا بس من هيك من الليبرتي الهيبي ثابت انه بوقت الحرب تعرضوا رفقاتي لأزيفة وراحت الباند كلها قتلوا يعني تشقفوا بأزيفة جاي من تل الزعتر بديك الأيام أنت كنت هنيك شو صار؟ لا كنت واقف أنا وياهم الصبح رايحين بنعمل ريبيتيسيون نتمرن بحبوا يتروقوا الشباب قلت له راح روح جيب لكم ترويقة كان في فرن حدنا روح جيب كعك رحت على الفرن أنا عم بطلع من الفرن نزلت أزيفة بيناتهم ستة ماتوا كلهم لو ما أنا رحت جبت لهم الترويقة كنت رحت معهم جيت لقيت نار وقلعة وسيارات عم تحترق والشباب والصبايا بالأرض شلت الجيتار من إيدي وجبت كلاشينكوف ورحت اتدربت وبرمت من هيبي لمقاتل كنت مقاتل كتير شرس لأنه مش لأنه حسيت أنه أنا بدي موت مش كيف كنت كتير سويسي دير وين في شيء كتير صعب روح لأنه بدي ألحق رفقاتي هالقد كنت معه مستشرس وكان عمري 13 سنة تعرفي بواحد 13 سنة كنت عم بتقاتل 13 صح كنت بتروزين أوف. سو بلشت الباركور طبعا الحرب من وقتها بفكر شو معنى الحياة إذا واحد مات ليه إنه هاد رفقاتي ماتوا إنه وين صاروا هلا خلص خلصوا صاروا تراب ولا موجودين مطرح تاني وصرت فوت أكتر بمفهوم الحياة وفت بالفلسفة وشو بدك وتركيبة الكون وأصلا عملت إنجينيور خصوصي تأفهم هالكون كيف مركب ورحت على النيوكليير أصد تقنيا يعني إيه إنه تكنيك ماخي هذا الكون كيف راكب شو مؤلف كيف بيشتغل جيت من بريطانيا مبسوط بالنيوكليير وصرت اعرف الاتوم وتركيبة الكون وحتى الفونكسيونمان تبع الدماغ فتت افهم خي هالانسان والله شو علاقتهم اللي خلق هالكون شو بده اوكي وبيت هالخبرية معي بذات الوقت صرت اقرا اكثر بالانجيل انا تعرفت على الانجيل منيح بوقت اول اربانتي البريمير كومينيون بتجي عرابتي بتهديني كتاب اسمه لا بلو بيل استوار دو موند الليستري هو صغير شي 60 صفحة هو كان الانجيل يعني بيحكي قصة يسوع سو قريته انغرمت بيسوع شو الزلمة صرت أقرأ كل يوم وكتير حلو كان إليستري ومهضوم قصة يسوع حلوة بيقيم الموتى وبيهدي العاصفة وبيشفي المرضى آخر شيء مأساوي إنه بيموت بس الأحلى من هيك إنه بيرجع بيقوم إنه ربح بالنسبة لي كان شخص استثنائي سو كبرت شوي راحت لبلوبيل إستوار دو موند إليستري وجبت الإنجيل الحقيقي صرت أقرأ فيه تعمق فيه أكتر صرت حبه صرت أقرأ كل يوم من أول أربانتي لليوم بعدنا لليوم بقرب الإنجيل كل يوم وصرت انغرم أكتر بيسوع وصرت فكر أنه إذا حدا بده يقول لي شو فيه هونيك هو هالشخص أكتر واحد بيعرف شو فيه تاني مال سو مش هناك أطلع على عناية وكنت أطلع على عناية بعرف أنه مرشار بالحدا من اللي عرفه شو فيه تاني مال لأنه نقل لهونيك وما مات وما تروح بالعالم عندهم ديز إكسبرينس مع مرشار بيل ونفترض في عنا بعناية مسجلين شي 33 ميل ميراكل 33 ألف عجيب 33 ألف عجيب وأنا مثل شوقي كنت فكر إنه ثلاث أرباعهم شي بسيشيك لأن بالبسيشيس مقدر واحد يصح بس للأشخاص اللي بتعرف بيالا ميديا شوقي إيه محلل وطبيب نفسين سو كان بس تصير شي عجيبة قالوا خي ممكن يكون شي بسيشيك 33 ألف بهديك الأيام هلأ صاروا يمكن شي 100 انه بثلاثة وثلاثين الف اذا في ثلاثة اربعة بس مزبوطين يعني مرشار بالعيش ما مات مش معقول يكونوا ثلاثة وثلاثين الف كلهم ديزفي بسيشيك معنو في تقارير طبية حدا كان معه كانسير وصح وقصص وعلميا ما بتتفسر سو صرت فكر اوكي مرشار بالمات من 100 سنة بس بعده عايش شي مطرح هو قادر يفيدنا شو فيه هونيك اطلع على عناية كنت كل يوم اطلع اقعد بالمحبسة نام بيقوطه مطرح ما هو ينام ما كانت المحبسة هيك كانت الأوضة هلأ حاطين حديد وزي وكانت قبل افتح الباب خشب وفوت نام جوا ما كان في حدا
نام على الفرشة اللي نام عليها، حط راسي على مخدة الحطب، كان هو ينام على مخدة حطب، حط راسي تشوف كيف كان يعيش هون، مش الحياة القاسية اللي عايشها. صلي شوي بالشبال، ستحس انه المحبس كأنه بيتي. اقرأ شوي بالإنجيل، اتأمل، فكر، صلي، اقعد ساعة، اثنين، ثلاثة، اربعة، حسب. هي معد نص ساعة حسب ما اكون تعبان خلال النهار، كتطلع بالليل اجمالا، انه اعمل شغلي بالنهار، بعد الظهر روح عند العائلة، اقعد مع مرتي، ندرس الاولاد، نهتم بامورهم. بالليل بس خلص بطلوا عايزيني، اطلع على عنايا، كون عندي هذه حياتي البريفي. هون قد ايه كان عمرك بس للأشخاص تعرف بالتايم لاين؟ يعني كنت بال 85 بلشت اطلع، يعني كان صار عمري شيء 24 25 سنة. اوكي. بيت اطلع شيء 10 سنين لل 94، يعني صارت معي الاكسبيريانس دي نوفمبر 94، صار لي 10 سنين بطلع على عنايا، بعمل زيت الريتويال. سو ريتويال كانوا بطلع على عنايا، بوصل على المحبسة، بنام على ظهري شوي، بفتح ايدي وبتفرج على السماء. كان عندي غرام بنجوم، بتعرف واحد بس كتير بالنيوكليير بصير حتى نجوم بصير عارفهم بأسمائهم، هيدي هيك وهيدي هيك وهودي، اكيد بتخيل الديستانس كيف وقديش الكون ضخم، بقعد هيك بعمل تأمل بالكون، بحس حالك صغير صغير، بحس حالي مش موجود شو صغير، بصير فكر هالكون كله اذا انا موجود او مش موجود مش حاسس فيي، يعني شو صغير. اوكي فليت، ما الارض كلها اذا اختفت ما بتبين. سو من بعدها كنت قوم ضوي شمع، كان عندي هيدا ريتويال خاص فيي اخترعته مدري ليه، بحط خمس شمعات هيك بشكل صليب، ثلاثة واثنين، بركع قدامهم، بفتح الانجيل بصير اقرا، كل يوم بقرا مقطع من الانجيل وبعمل مديتاسيون على المقطع من الانجيل، فكر شو بده يسوع، ليش عم بيقلنا هيك، اذا عم طبقهم مش عم طبقهم، شو بجرب افهم قد ما فيي على مقطع مختلف، يعني كل يوم مقطع مختلف. اوكي بقراهم سيكونسيال. سو من بعدها كنت من بعد ما صلي وخلص كنت دائما ضبط بكليكيشي، حطهم بالكيس، احمل حالي وارجع على البيت. انا وراجع دائما ابرم صوب المحبسه، ابونا بعيط له ابونا لما شربل، خيي انت بتعرف الحقيقه، مسكني طرف الخيط، خيي لي شو في هونيك، باي وفل 10 سنين. لا دي نوفمبر 94 كنت عم بعمل نفس الريتويال، طالع من البيت، كانت ليله كتير برد مثل الايام، يعني بتعرف نوفمبر عنايا 1300 متر دالتيتود دني، يعني بالصيف بالتلج 1300 متر علو، بس الاشخاص اللي بيحكوا عربي متر بيحكوا عربي عالي عن سطح البحر، ومعمشة هيك على راس تلة بيضرب الهواء من مكانه، بس حيالا نسمة هواء تقطع بلبنان بلا تقطع بالمحبسة، يعني أسقع مطرح بلبنان بعدين. أوكي. سو نوفمبر، دي نوفمبر ساعة كنت صف سيارتي حد الدير وطلع أتمشى للمحبسة، أنا أتمشى بصي صافر وبغني طيب، بلش فوت بالمود، ببقى طالع من الـ من الـ من العالم عجقة وضايشة، وكان عندي مسؤوليات، كنت بالعسكر ضابط كبير يعني وعندي مسؤوليات كمان. اوكي ايه سو خلص كل وجع الراس اللي هون واطلع، حس هيك خلص رايح على مطرح في سلام. انا وماشي من الدير على المحبس يحس انه عم فضي راسي، كان دايما سميه جوفيلو فيد، خلص عم فرغ. توصل على المحبس ونام على ظهري بكون كفيت الفيد، بصير حس حالي اوكي انا هلا جاهز اقرا الانجيل وصلي واتامل وفكر باللي بدي افكر فيه. سو بديك الليلة عملت هيك، ساعة كتير برد، كان في نص قمر يعني أنجأ في شوية ضوء بس منيح، وكمان بديك ليه ما كان في بروجكتورات وعناية كتير تطورت بعدين، كانت حقلة يعني. وصلت قدام المحبسة، كان في عندي كل يوم دو شوا، أو فوت على المحبسة أو لا، بس هذا الشوا ما كان depending مني يعني، حسب الراهب اللي بالمحبسة. كنت متفق أنا وراهب اسمه أبونا مخيل مغامس، مثل بابا نويل كان شكله هيك قصير لحية بيضة، كان بس من وقت لوقت يترك لي المفتاح برا بين الحجار بمطرح معين، افتح المحبس ويفوت لجوه، بس يكون ابونا مخيل، بس ما يكون ابونا مخيل، يكون في غير رهبان، يكون المحبس مسكره، صلي برا. سو بدي نوفمبر ما كان في مجال المحبس جوا، ركعت برا، ضويت الشمعات، عملت الريتويال تبعولي وبلشت صلي. ما كنت عم اطلع بالساعه كل وقت، بس تقديريا يعني وصلت على النية شي 10 بالليل، صفيت حد الدير، مشيت على المحبس ساعات عم تاخذ شي نص ساعه، ونقول 10 ونص كنت فوق، نص ساعة ساعة بريباراسيون، بعدين يمكن شي نص ساعة صلاة، بريف شي ساعة 12 ونص يمكن قبل شوي ما بعرف، مش حسبها على الكرونومتر بس بالتقدير. سو كنت عم بصلي، ريت مقطع من الانجيل بيحكي عن مثل الوزنات، بارابول دي تالان، هذا السيد اللي وزع وزناته على الشباب اللي عنده سافر وقال لهم اشتغلوا فيهم، واحد اشتغل عطاري كومبانس، تاني اشتغل كمان عطاري كومبانس، التالت ما اشتغل ضبه، قال له يا زلمة شو بيك ما عطيتك اياهم
تستثمر فيهم. طبعا انت تستثمر. قال له ما انا خفت وما خفت ومدري شو ضبيتهم. هذا المقطع كتير مهم يعني بيحكي انه عن الله كيف بيعطي المواهب للناس. كل واحد بيعطيه مواهب له اشتغل فيهم. ما اشتغلت ما انا خلقتك وعطيتك مواهب ومعمول شيء ما بتعمل شيء وضعك مش منيح من تو الله يعني. سوك دايما افكر انه انا شو عطيني مواهب عم اشتغل فيهم ايه ولا مش عم اشتغل. وقعدت عم فكر بهذا الموضوع وساعة شوية بلشت ادفى طلع هيك نسمة فاترة دافية. توف والله بنوفمبر بنوفمبر بعناية بعناية كان صار لي 10 سنين بطلع فوق بارتز كل يوم يعني على اساس ساعة. سو طلع الدفى استغربت انه طلع دفى منين جاي هالنسمة الفاترة يعني النسمة الدافية. انا عم فكر صارت تقوى صار بعد شوي صار في هواء سخن صارت تقوى وتسخن تقوى وتسخن بظرف شي 3 4 دقائق 5 دقائق صار في هواء مثل الريح الخمسينية يعني هواء سخن قوي كتير وسخن سخن سخن مثل النار. كنت لابس كنزه ملفلف كلك على بعض قميص شلت شلحت كنزتي وقميصتي بيت بس بالفلانيل ونار عم طولع فيه يعني عم بكدني العرق وهواء عم بينفخ قدامي وراي كان في شجر حور شجر الحور بخشخش كتير بس يكون في هواء ورق الشجر عم بيطير طلع حولي انه هواء سخن بعناية وبتشرين تاني انه غريب شوي ايه غريب كتير وصرت فكر وفكرت هلا بشغل دغري النيوكليير براسي شو كيف بصير مهندس عم بيشتغل انه في شي ديبرسيون اتموسفيريك شي مطرح كان صدام حسين مجتاح الكويت مولع عبار النفط بركي خيم مولع له شي ألف بير هونيك جاي هالحراره من عنده بركي الاوزون زي قالوا القوات فخطوا طبقه الاوزون تخيل بركي فختناها وعم تطلع حراره الارض بس كله هودا التفكير ريديكول يعني تطلع حراره الارض تطلع درجه صدام حسين مولعهم بالعراق مش رح يوصل الحراره على عنايه يعني شو كيف تفكر هيك بتفكير مضحك بلشت اكل شوك ورا شوك. اول شوك كان الهواء السخن بعناية. تاني شوك عم بتطلع بالشماعات الجامعة الفلام مش عم بيتحركوا. خمس شماعات الجامعة الفلام جامدة مثل لمبة الكهرباء. الشعلة ايه؟ الشعلة. مش عم بتحرك. يعني انا بس بلشت صلي. بتعرف بس تولع الشمعة بالامبلانير. تصير الفلام ترقص وتقوى وتخف. كانت هيك عم تعمل قبل ما يطلع الهواء. طلع الهواء القوي. مبدئين السنة تطفي الشمعة. وقفوا هيك وجمدوا. صاروا مضويين عن جد لمبات الكهرباء. صرت عم طلع بالشمعات وطلع بالهواء حوالي. حسيت حالي سوري على التعبير مسطول يعني انه خي مش عم بقدر احلل شو عم بيصير. انا القصة والانجينيور والمخ. قلت خي بدي امسك الفلام. قررت هيك امسك الفلام بايدي تشوف شو عم بيصير. اذا هي جامدة مش جامدة. بعرف في فلام ما في فلام. لانه اخر فكرة كانت براسي انه هلوسيناسيون. انه انا عم بهلوس. طلعت حرارتي عالية نيرون براسي بلش يخبصوا وعم بيصير مش مزبوط. سو اخر شي بتذكر وكنت راكع وشابك صبيعي هيك عم طلع بالشمعات واخدت قرار مد ايدي وامسك الفلام. سو قبل ما اتحرك صرت بغير عالم. وقفوا كل حواسي ما عاد عم بحس بجسمي ما عاد عم بسمع ولا صوت. كان في صوت هوا وصوت كلاب وووية عم بيعو بتعرف صوت الليل. شوي صار في كلمة ابسولو 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 يعني حتى ما في برويد بفون ما في شيء. ما عاد عم حس بجسمي واقف قاعد بردان مشوب نايم خلص مش بجسمي. وغرقت بنور ما بينوصف يعني صرت بس غرقان مثل واحد هيك نط بقلب الشمس. بس دايما بقول حتى نور الشمس اتشمع قدام هذا النور الكبير. يعني اذا تحط الشمس قدامه ما بتبين نور extremely powerful يعني very bright. مش بس bright يعني أول شيء مش نور أنا عم بسميه نور لأنه بدنا نلاقي مصطلحات كتير قوي يعني في قوة جبارة هائلة هيدا النور. والحلو فيه إنه كتير ناعم بذات الوقت ما بيبهرن العينين ما في حرارة فيك تقعد فيه مليارات السنين. كتير حلو كتير صافي دايما بسموه هذا بسميه اللوميير كريستالين كانوا نور كريستالي قعد منه حلو وما بينوصف يعني. حتى عم خبركم انه يعني هلا مش هذا الوصف الحقيقي بس هذا اقرب شيء للشيء اللي شفته وغرقت فيه. وحس النور محوطني من دير من دار مش بس محوطني. بتعرف النور بس يضرب فيك بيترك امبر وراك
هيدا ما فيش أمبر ده عم بحسه عم بيخرق فيه من مال لمال يعني. أوكي. يعني كأنه نور وإكس راي وكل هو بذات الوقت. برجع بلكم ما بينوصف لأنه حتى الوصف عم بأثر فيه كتير مش عم صيبه منيح بس إنه هذا اللي فيني أعبر عنه هلا. وحسيت في بريزانس في حدا موجود مش عم شوفه بس في حدا حاسس بحضور حدا. سو فكرت قلت أنا عم بحلم. بيقوم بيجاوبني بيقول لا أنت مش عم تحلم. وكان عم بيجاوبني بلا حكي. ما كان عم بيحكي معك يعني. يعني بيحكي بلا حكي ايه يعني بدون صوت بدون كلمات ولا لغة يعني ما حكينا عربي ولا فرنسي ولا انجليزي ولا اسبانيولي ولا عبراني ولا سرياني هو اللي بعرف شوي منهم بس كتير واضح انه عم بيحكيني بدون حكي بس كتير واضح قال لي انت مش عم تحلم. سو فكرت انا اكيد مش واعي هلا. قال لي هلا انت واعي بحياتك ما كنت واعي قد ما انت واعي هلا كمان بزيت الطريقة بك تخيل شو مخي عم بيصير فيه. صوت فكر انه انا وين شو عم بيصير شو صار هذا مين انه مين عم بيحكيني صار السؤال الكبير وخي انت مين وينك انا بس سألته انت مين عرفني عليك اكيد عم بيفهم شو عم بيصير براسي ام عرفني على حاله كشف لي حاله ما فرجاني صورته ولا قال لي اسمه ولا شيء عرفني عن حاله بحاله بس قلت له انت مين حسيت شيء عم بيجتاحني في شعور غريب عم بيحتلني اذا بدك هذا شعور مزيج من محبه مش طبيعيه عاطفه غريبه فرح ما بينوصف سلام صعب يتعبر عنه كل هذا المزيج فرح ومحبه وسلام وعاطفه وحنان وقوه كبيره قال لي هيدا انا هلا بس حسيت بهيدا الشعور مش بدي اعرف شيء لمين ولا انا وين ولا شو صار عندي هم واحد بس خي خلينا هيك تمام ما تروح كنت مبسوط لدرجه خي مش بدي شيء من الدنيا كلها وبدي اهم شيء ما يفل خلص مثل ما نحن هيك تمام خي خلينا هيك صرت افكر براسي خلص رح ضل على طول هيك شوي قال لي انا كل الوقت وين ما كان ما فكرت انه متت بركي ما كنت عم لحق افكر بشي مش عم لحق افكر يعني مش عم ما عندي قدرة تحليلية مش عم بحلل صرت حس انه خلص هذه شغلة فظيعة ولازم ضل هون ما فكرت متت طيب انتقلت ما كان مخي عم فيش بوفوار اناليتيك يعني عم يشتغل تحليل براسي سو رجع لي انا كل وقت وين ما كان وراح شوي رجعت لي تحالي دي المحبسة عتم كان حتى النص قمر راح عتم يعني كان obscurity total ما بقش على أصبع يعني قدامي وسعى دني حسيت ببرد مش طبيعي وجسمي كان مثل الحطبة مش عم فيني اتحرك يعني أكيد ظهري عم بيجعني طلعت بالشمعات قدامي كانوا شمعات ديبو على الآخر طلعت بساعتي كانت 3:35 دقيقة الصبح أربع ساعات مرة أربع ساعات حسيتهم تكي يعني استغربت كيف ديبو الشمعات متل واحد عم يطلع بالشمعات هيك شمعات طوال وضاويين شوية صاروا مسح الطاولة مسح الأرض ستفكر خي شو صار نمت شوية على جنبي هيك ستبلش أخذت شي ربع ساعة لأرجع مشي الدم بجسمي قدرت وقفت لبست قميصتي وكنستي حطيت الإنجيل والشمعات بالكيس مع الكبريتة وحملت الكيس ورجعت على السيارة بس بعد الشعور جواتي طاير من الفرح يعني وعم فكر شو صار عم برجع عيد الفيلم براسي كيف طلعت وركعت والشمعات هوا السخن مش الفلام الجامدة النور فكر مين اللي حكاني يا مش ليش مبسوط هلاد عم فكر بكل الأخبار نازل على الطريق صرت حس في شيء نتفة بريسيون على زندي ودفى يعني زندي هون شوي دافي ومثل كانوا حدا حاطط ايده علي يعني او حدا لقطني او شيء ضغط على ايدي وحرارة ما كتير فكرت هون كنت عم كل وقت عم فكر بالنور والحديث وكل الأخبار شوي صرت تحس كمة وتيابي هون عم بلزق على ايدي يعني صرت فكر بريف وصلت على السيارة ضويت ضو السيارة برا ما كان معي ضو جوا كان معي سيارة بالدحي رجعت شلحت كان استعليت كم القميص شفت فيه خمس صبيع هيك محفورين على ايدي هون عم بنزلوا دم ومي وملزقين لتيابي على ايدي صرت كبس على الصبيع هيك ودم ومي عم يطلع عن كونتيتي يعني بكمية بس مش حاسس بشي دق فيه ومش حاسس بشي رجعت فكرت انه بركي عم هلوس مش معقول يكون في هذا المنظر عايدة ولا الدم اللي عم بينزل
ومش حاسس. مهم رجعت لبست طلعت بالسيارة ونزلت على البيت. ما بتذكر شيء على الطريق، قاعد مكان مخي عم بيشتغل ما بذكر الطريق يعني كيف وصلت على البيت. كان بيتنا بأدونيس. وصلت على البيت، طلعت على البيت، مرتي معودة علي يعني ضويت الضوء. كانت كل ما أوصل على البيت اللي شو جيت إلا إيه، قلت أوكي تتغطى بالحيف وتنام. بوقت ضويت ضوء الأوضة قلت شو جيت إلا إيه، طلعت فيه هيك وما تغطت ونامت. نامت قعدت قلت شو بيك شو صاير معك، قلت لا لا، قلت لي مبين شكلك غريب هيك مبيض وعينيك كبار هيك مبرزقين، صاير معك شيء؟ قلت لها بتجي شوي. قامت منتخت اجت على الكوريدور، قلت لها بدي فرجيك شيء وانا مفكر وما رح تشوفه، انا دعمت هلو في شيء عايدة. سو قربت تفرجيت الصبيع، لقيت هيك ظهره على الحيط، صلبت ايدها على وجهها، قلت لي ايد مين هاي؟ قلت لها شايفه هون شيء؟ قلت لي ايه اكيد شو. قلت لها عادي قعدت شو بدي خبرها. قلت لها طلعت على العناية مثل كل يوم وصار معي قصص عجيبة غريبة شوي اللي خبرتها اياهم، وهيك صار وهي العلامة. ما كنت موجوع يعني؟ ما كان في لا 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 ولا شيء ولا شيء. هي ما عطر شفتها قلت شو بدي اعمل، صارت تجيب شاش وتلف لي اياهم وتقول لي بدنا نطهرها بشيء. قلت لها مش حاسس بشيء، بدك بلف لف لفتها مشان ما تجوي لنا الدنيا، مع انه كنت كل شوي غير وتجوي الدنيا. صوبيت بالبيت شيء 3 4 ايام بفكر شو بدي اعمل. ما ظهرت؟ لا ما ظهرت من البيت. لا بشو كنت عم تفكر؟ شو صار؟ مش كنت كتير 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 مبسوط، كتير مبسوط. وصرت فكر شو صار، لازم خبر ما لازم خبر، شو بدي أعمل. وقعد فكر أنا ومرتب إجا لعندي شوية أصحاب، خبرت شو صار معي. ماشي ينصطلوا الشباب، صدلوا خافوا. كيف كان إحساسهم يعني؟ أكتر شيء شوك يعني، شو كيف مثل واحد بم بيضربوا عصافير على راسه، بيشوفوا هالصبيع وعمين زمانه ندام أنه شو هو. وهي الايد اللي معلمة عليك ايد الشمال ولا ايد اليمين؟ ايد اليمين على زند الشمال، مثل انه واحد حط ايده عليك هيك. اوكي كيف تطبص لك على ايدك هيك. اوكي سو بعدين فكرت بدي احكي مع حدا بيفهم بالاخبار، حدا مسؤول. اجا اول شيء على راسي حدا مسؤول بالكنيسة، مطران. قلت بيجي عن مطران بيروت، مطران بيروت كان رئيس الحكمة، انا كنت تلميذ حكمة وبيعرفني من انا وصغير. اوكي اللي بروح لعنده بيعرفني، مش جاي اعمل عليه فلومة يعني، وبيعرفني كنت شاطر. هو مجوزني كيف انه اوكي ومطران مفروض يقول لي شو بدي اعمل. وصلت لعنده، كيفك سيدنا ماشي الحال، انا صار معي شيء. قال لي شو خبرت وفرجيته اياه. قال لي شو متوقع انا جاوبك؟ ما بعرف شو بده منا ربك، انه فكر صلي شوف ربنا شو بده منك والله يباركك. شوي انفقست انه جاي لاخذ جواب، ما عندك جواب؟ ما في جواب. طلعت ثاني يوم على عناية، كان يوم احد. هي الاكسبيرينسات كان يوم اربعة يعني خميس جمعة سبت بالبيت. السبت نزلت على المطران بيروت، الاحد طلعت على عناية، كان في رئيس دار عناية الاب توما مهنا، كان المكتب عنده عاجي. قلت له ابونا عايزك كلمة. طلع لبرا قلت له بدي فرجيك شيء، عليت هذا هو قصير، طلعت الصبيع بوجهه دغري، طلع هيك وضحك. قال لي هو بيعملوا المرشربل هيك بدون ما اشرح له شيء. قال لي بيعملها يا مرشربل، بعد ما شايف عجيب ما استغرب. وانت بتعرفوا هذا كمان الشخص من زمان؟ ايه بعرفه من زمان. قال لي شوف ربنا شو بده منك، ما بعرف زايد هيك اكسبيريانس ولا بده شيء ولا في شيء رساله من وراها، وانت بتعرف. بس هو لما قال لك انه مارشربل بيعمل هول هيك قصص، حاطت ايده كمان على حدا تاني في دوكيومنتد ايفيدنس انه صايره؟ لا قبل بفتره، قبل بكم شهر، كان في ست نهاد الشامي كانت عندها فالج، جا مارشربل عمل لها عمليه برقبتها وشفاها وقطبها، وكانت قصة اخذ ضجة وصاير كتير عجيب شفاء. شفت كيف؟ مش هيك الارض فيها علامة يعني واضحة، بس انه معود على عجيب طبعا مرشار بالفوق. قال انه هيدي من ضمن هالعجيب اللي عم بيعمله مرشار بالما كتير استغربها يعني. بس هو ما شفاك يعني؟ ما كان عندك مشكلة مثلا مع ايدك زبط لك اياها او؟ لا لا يا زلمة، كنت عندي عضلات بسم الله عليك يعني، فوت بحيط بطلع من تاني مال، صحتي مثل حديد، تعرفني في كنت مليئة، كانوا قلة عضلات حرب 15 سنة. وهيك اللي رجعت نزلت على المطران جبال، لانه العمل العجيب صارت بجبال. اذا بدك نمشي بالهيرارشي او اذا بدك بالاورجانيزاسيون لازم احكي مع مطران المنطقه، مطران جبال كان بوقت المطران الراعي البطرك الحالي. نزلت لعنده خبرته، قال لي اوكي في بروسيدور بتعمل الكنيسه بدك تعملها. قلت له شو؟ قال لي اول شيء بدنا فحص طبي من حكيمين بيفحصوا هيدي وبيقولوا لنا شو في، بيعملوا رابور. حكم شو بشو بيكونوا متخصصين؟ بده ديرماتولوج وبلاستيسيان، حدا بيفهم بالحروق او الجروح يعني.
كان أشهر بلاستيسيان بلبنان دكتور نبيل حكايم، كان هو عم بيروح على العراق يعالج المحروقين بالحرب بالأسلحة الكيميائية، كان كتير بروفيسيونال الزلمة. صح. ما بعرفه، كان بعتوني لعنده هذا أشطر واحد بلبنان، خليه هو يشوفه. مؤمن كان؟ إيه دكتور حكايم كان بيؤمن. كان في دكتور فران هون بأوتيل ديو، نزاروا لعنده. فران كان بيؤمن وما بيؤمن، أجنوستيك لنقول. بتعرف لك بتعرف لي عم بستزيد على هيدا، لأنه في بركة بعض العالم رح تقول إنه هو الأشخاص اللي أنت بتعرفهم لسه لك زمان بتعرفهم، بركة رح يقولوا إنه أنتوا كلكم متواطئين وبدكم بركة ما بعرف تقولوا إنه هيدا عجيبة من مارشال. بس لا، اللي صار لي زمان بعرفهم هن المطران ورئيس الدير. ما بتعرف الحكماء يعني؟ الحكماء ما كنت بعرفهم، الحكماء ما بعرفهم، هن بعتوني لعندهم هذا أهم بلاستيسيان بلبنان، روح جيب رابور من عنده. رحت دكتور فران ما بعرفه، وهلا شفته ما بعرفه يعني، رحت له مره واحده طلع فيها فران يا اخي انا ما فيني اعطيك رابورت. قلت له ما بعرف شو هي، انه كيف بدك تكتب شيء ما بعرفه. قلت له خي شو شايف انت؟ قال لي ما شايف شيء. قلت له يا زلمه، قلت له اكتب انت زلمه علمي، قول شو شفت. قول في خمس صبيع محفورين على ايد انسان واعطيه رابورت. قال لي ما بعرف اعمل رابورت. قال لي ما هي مش مرقه معي، ما فيني افيدك يعني. قلت له خي اكتب انه مش مرقه معك ما فيك تفيدني. قال لي خي في الاسيستان تبعي هون خليه يعمل لك رابورت. اجى الاسيستان فحصني عمل رابور. بعدين بدهم بسيكياتر، حدا يحللك ليشوف اذا رننا خي ولا راسك طبيعي، بركي شيء بسيشيك. بوقت حكيت مع دكتور شاوي عزوري، ده هو كان ملحد. كان ملحد بيا لميديا. رحت لعنده قعدت انا وياه شيء بركي اول مره ساعتين ثلاثه اربعه، حكينا كتير. صرت حسه كل ما عم بحكي عم بتفاجئ، كيف يسالني جاوبه يسالني وجاوبه، ما اعطاني جواب. قال لي بنعمل قعده تاني. قلت له اوكي. بعد 3 4 ايام جمعه ما بعرف كان عنده شيء بفرنسا رايح وراجع، رجع شفته مره تانية. قعدنا صاروا مبسوط انا عم بخبره كيف هيك صار يسرغس اللي خبرني. بعد صرت خبره واحكي، قال لي بركي بنعمل بعد شيء قعده. رجعنا قعدنا قعده. قلت له شو خي شو وين الدياجنوستيك؟ شو الدياجنوستيك تبعك؟ هلوه صار شيء شو الرابور تبعك خي؟ انا صح سليم صاغ بني شيء عندي شيء؟ هو فكر اول شيء انه في بركي تفسير طبي. لا لا، اشتغل معي بشكل بروفيسيونال. ايه اشتغل معي كبسيكياتر. ممكن كيف يعني؟ عامل ايبنوز لحالك. ايه حكينا على الاوتو ايبنوز والايبنوزات ايه للاشخاص اللي بركة ما بتعرف شو مثلا شو بيكون فكر شو ممكن يكون كان يعني. هلا هو قال لي فكر بعدين مليون شغله. فكر مثلا وحده من الاوتو ايبنوز، فكر بوحدات سمي لي يوم اوتو ايبنوز يعني بتخلي بتنوم حالك. ايه بتنوم حالك وبتعمل تروي مغطيسه لك يعني، وبتعمل انت القصه لايدك وبتطلع. شفت كيف ايدك بتصير هي مثل النار سخنة. بس أوكي. انه ما بيكون في نار عليها، وبيكون حرق حاله لانه ايده الشمال ما عنده زيت في ان كليفاج انت لا مان دروات ولا مان غوش. وطبيا الحرقه هي في بعتقد عده انواع. طريقه كيف تحترق فيها في هو بالرابور تبع الحكمه حطوا نوعات البريلور بتكون وحده من ثلاثه، او ترميك او الكتريك او شيميك. تيحترق الواحد بده يكون هيك يا شيء شيميك حرقك اسيد او شيء، او بالكهرباء او بالحراره شيء حامي. وطلعت هاي مش ولا واحد من الثلاثه، من الكهرباء بكون في سبيسيفيك شيء سبيسيفيك لحرق الكهرباء. اوكي مش كهرباء. اذا بالحراره كمان يكون في زيت شيء، لانه بس عملوا الفحوصات تشوف الصبيع موجودين. اذا كان معمول بالحراره او بالكهرباء لازم باين الصبيع كمان يكون شوي محروق، لانه الحراره بتفلوش. وهذا الحرق عند الاصبع بس يعني، بين الصبيع الجلد انتاكت على الاخر. كيف صاروا يستغربوا؟ وبعدين الطريقه المحفوره فيها هيك كيف الفلانج مبينين والضفير، وما بتنعمل هيدي لا بالكهرباء ولا بالخبريه. بريف انه طلعت انه حرق غريب، والاكثر من هيك انه ما في انفلاماسيون ما في انفكسيون وبصحى بسرعه وما في وجع. بعدين اربع ايام بيختفي، انه شاف شيء بالولير 3 دوغري. بتطلع فيها بعد اربع ايام ما بتلاقيها يعني، بتكون شوي رايحة يعني. بتشوف بس أثار صبيع بس ما في أثار حرق بالمرة يعني، بتشوف هيك صبيع مطبوعين يعني. مثل هلا. سو عملت هودي، رحت زعلت شوي من طرانة خي مش مصدقني، بدك فحوصات طبية وبسيكاناليز وإكزورسيس ومدري شو. بعرف عملتهم يعني، بيفتحوا ملف بعناية وبيحطوا المعلومات بالفايل مثل بالفاتيكان بيعملوا محامي الشيطان. اكزاكتلي بيعملوا تحقيق يعني. ديفلز أدفوكيت يعني. كيف كان البروسس شوي للأشخاص اللي بركة ما بتعرف إنه شو بيصير؟ البروسس هذا بيصير بدعوة بمجمع القديسين بالفاتيكان. في مجمع تيعلن إذا حدا قديس ولا مش قديس. أوكي. بيجيبوا أول شيء سيرة حياته هذا الشخص، إذا كانت حياته فيها شيء مميز. أوكي، فيها عنده دي فيرتو
واضحين حسنات، عايش حياته هيك فيرتشوس لايف، بيدرسوا له حياته بالاول، من بعدها شو ثمار الحياه، شو انجز الانسان، شو عمل، وبالاخر بده يكون هذا الشخص يلي مات قديس عامل شيء عجيب، شافي حدا عامل شيء سبيسيال، بيجيبوا ملفات يلي فيها العجيب. فطرش عارفني بتقديس جان بول دو كان في حدا معه ألزايمر لنقوله صح، بيجيبوا الفايل تبع الأطباء يلي بيقول انه هيدي المرة كان معه ألزايمر الموسق الموسق وشفيت، وبيحطوا طريقة الشفاء، او اذا حدا كان مشلول شي شلل ما بيصح بالإدوية وشفى، او حدا كان معه كانسير لنقول فورث ستيج وعم بيموت، وفجأة صلى لهالشخص المحدد يلي عم بيعملوا له في ملف القداسة تبعوله وشفه. سو بالمقابل بيكون في الناس اللي عم بيقدموا الدعوة اللي عم بيقولوا هذا الزلمة قديس، وبوجهن في الناس اللي عم بيقولوا لا هذا مش قديس، بيسموه لي زافوكادو ديابل، انه هذا اللي بيحكوا باسم الشيطان تيقولوا انه هذا مش قديس، بصيروا يستعملوا كل الوسائل يلي ضد دعوة القداسة. شفت كيف؟ انه هيدي مثلا الزايمر شفيت لانه كانت عم تاخد لنقول عم تاكل كل يوم بقلي خي، والبقلي فيه اوتروا بشيل الالزايمر، بصيروا يحكوا كل شيء ضد هالدعوه التطويب او التقديس. لا تاخذ الكنيسه الصوره الفينال، بتشوف شو حكيوا لي زافوكادو ديابل، اذا كان فالابل تسقط الدعوه، يعني بيكون هاي العجيبه مش عجيبه. واذا طلعت بالاخر المقدمين الدعوه هن اللي عندهم الحجج الاكثر انه هيدا قديس، ساعتها لي زافوكادو ديابل بيسكتوا بيقروا انه هيدا قديس، وساعتها الكنيسة بتعلنوا شخص قديس. سو بريف، حطوا فتحنا هالملف بعناية وخلصت على أساس القصة هون. قال لي المطران الراعي غريب، شو بده ربنا؟ قلت له ما بعرف، قال لي صلي شوف شو بده منك. وعلى أساس خلصت أوكي، دينو فاما كتبين كتوز أوكي خلصت القصة، بس أنا جواتي ما خلصت، أنا من جوا عم بغلي، يعني في شي جواتي نار ولازم أعمل شي، وشو شي بدي أعمله؟ كانت عندي رغبة جواتي روح أحكي مع كل البشرية إنه يا جماعة شوفوا شو في شي حلو تاني مال، بس شو بدي أقول لهم؟ يعني بدي هز الناس تقول لهم خيي وعو في إشي حلو يا خيي أهم بكتير من اللي عم نعيشه هون، طلعوا لفوق، بدي أحكي لهم عن هذا النور. صرت حس إنه بدي روح أحكي كل الناس خي في نور عجيب غريب بيحبك كتير وبيغمرك بمحبة وبيهتم فيك كتير، وشوف كيفك تلتقي فيه. يعني صار عندي انت بس تشوف شيء حلو كل الناس بتحبهم تخبرهم ليكوا في شيء حلو تعالوا شوفوه معي، بس كلمة بك شوي يلمسوه يعرفوا عن شو عم تحكي. ايه لا، when you have joy you like to share it. يعني كيف لما بتصير تزيد بس بتشوف شيء حلو انت بتشوفه مع حدا تاني بتصير تشوفه دوبل، صار بدي خبر الناس خي انه في شيء نور هيك كتير حلو تعالوا نشوفه. كنت عم بتبشر انت عم تحكي يعني كنت، ولا بس كنت عم تقول له انه هيك صار فيه بليز؟ لا لا بخبر شو صار معي كنت بس شو بدي زيد زياده. اه اول شيء عملته تركت الشغل، كنت عم اشتغل عند مريز وإيلان اهلها لميديا، قلت لهم خلص خي شو بيك شو صار معك خلص بدي فل. صرت حس انه ما بقى فيني اقعد بشركه وكوميسيونات وبيع واشتري ونزال بمنافسه مع الشركه المنافسه وركب اخبار بالفواتير تعرف هذا هو اللي كتير بيضحك انه حكيتني عنك ميديا اوش ما قالت انه تعرفك، قلت لي شو صار فيك، وبعدين قلت لي ايه وبعرفه كتير منيح صار 30 سنة بعرفه، ومش بس هيك بيشتغل مع عائلتي وبنحكي من وقت لوقت. قلت له مستحيل عن جد لأنه عدت تسمع هالقصص تحسون بعيد بعيد يعني انه بشي شي مرة صارت هيدا وما بتكون كتير موسقة بس العالم بتآمن فيها مثلا، بس لما قلت لي ميديا انه في 1 degree of separation بيناتنا قلت اكيد تعرف عليك فصاري كف. سو كفيت حياتي اذا بدك، بلشت اعمل ارانجمنت لحياتي بيتناسب مع اللي عشته، خلص تحس انه انا بدي اي وانت تو ديديكيت ماي لايف لهالنور. okay. خلص انا بخدمته خي شو بده، بدي احط براسي شغله وحده بدي اعرف الناس عليه. اوكي okay. بدي كل الناس تعرفه. طب ما حسيت حالك يعني لانه ما كان عم يطلع لك اجوبه ولا طبيا ولا كمان من المطران، كنت عم بتفتش على هيدا الجواب محل تاني، يعني ما بقى فيك تحكي مع الأشخاص كما تقدر تحصل له، هيك ما حسيت إنه ما حسيت حالك لحالك شوي إنه أنت الوحيد اللي عم يجرب يحكي وكأنه العالم بركي ما عم بيقدر يتسمعوا عليك أو ما عم بيفهموا؟ ما صدقوا لا 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 يعني. بيفهموا بيسمعوا بدك إيه، بس إنه واجهت كتير مشاكل بوقتها
كيف يعني؟ شو كان في مشاكل؟ أول شيء أنا كنت ضابط بالقوات، ضابط كبير بالقوات، كنت قائد معهد الضباط، كنت قائد مدرسة حربية، أنا كنت خرج ضباط القوات، كنت كتير معروف بهذيك الأيام بالقوات. بالوقت كان جعجع بالحبس، السوريين محتلين البلد، بس واحد يقول قوات على الحبس يعني، شفت كيف؟ وأنا فت على الحبس 14 مرة، وقفوني حطوني بالحبس وأطلع. أفهم، بس النظام السوري بعتقد مهم كم نستعمل هذا المصطلح. النظام السوري كان نظام سوري محتل لبنان وعم بيبدع فينا، كان بس تتنفس شوي تروح على الحبس بيعلوك على البلانجو شوية شوي وبهارات وكهرباء واخبار وبتفل. وفي ناس ما فلوا، ناس ماتوا مع الترين وناس انعطبوا، كان حظي منيح انه ازمت كل مرة. هودي اول شغلة الدولة كانت واجهزة المخابرات انه شو عم بيعمل هيدا، انه مبارح كان عم بيحارب وضابط ومدري شو، اليوم راس عم بيعمل عجيب وعم يصلي، فكروا شي خدعة انه شحطنا القوات من الشباك رح نجيني من الباب. خاصة صار في تجمع كبير بعناية جروب دو بريير، واتصارت معي الاكسبيريانس، رفقاتي الناس اللي حواليي، رفقاتي بالجامعة ورفقاتي بالمجتمع والشباب اللي كانوا بالقوات وغير قوات، اجتمعنا فوق ونصلي، نعمل قداس الجمعة، نعمل بايبل ستاديز، نصلي المسبحة، صار في جو صلاة فوق. وانا خلص صرت بغير عالم، المخابرات كانوا ياخذوني حق وما اضحك انا الخيمة، انا خلص هودي خيسمعوا مني صاروا وراي، مش معتبرون، بس هن بالنسبة لقالهم هو مخابرات، انه في تجمع كبير فوق، في كتير ضباط قوات، كتير ضباط جيش كمان كانوا بذات الوقت فوق، اقتنعوا باللي صار معي، طلعوا صاروا يصلوا معنا، كتير عونية، كتير كتايب، كتير مردة، طلعوا عساس في مرشار اللي عم بيجمعنا فوق، ما عاش فكر حدا بالسياسة الا المخابرات، طاع شو عم تعمل فوق الخي، والله عم نصلي، طلعوا قعدوا معنا. واكيد نحن كنا بقى فوق الوف، يبقى في ميات بيناتنا مخابرات تشوف شو عم بيصير، يشوفوا انه خي مزبوط عم نصلي، بيعملوا ريبورتس لمديرية المخابرات، خي عم بيصلوا هاتهم جديين، وهم ياخذوني على التحقيق انه خي اذا تشوفوا شيء غلط خي وقفونا. كان في بس مسيحيين ولا كان في كمان مسلمين بالجروب دو بريير؟ لا مسيحيين، بس مسيحيين. اوكي، يعني على 3 4000 بركي في 3 4 مسلمين او شيء. سو اول شيء كانت المواجهه من الدوله، ثاني شيء الكنيسه، انه رهبان والمطارنه والاخواني ما صدقوني اول مره، هني كمان ما صدقوا، انه شو حبوب الكنيسة ما دغري بتصدق، مش هناك بيطلبوا منك تقارير طبية ونفسية واكزورسيزم، وبتنطر الكنيسة لحد هلا الكنيسة ما بتعطي رأيها. عم تقول اكزورسيزم يعني بركة في شيء كمان شر اجى لعندك؟ صحيح، مش بركة شيء ماجينوار، لانه حدا عم بيعمل سحر اسود او شيء، لانه هذا موجود بالحياة. سو وبتفتح الملف الكنيسة وبتراقبك، يعني ولا مرة بتاخد قرار انه هيدا شغلة مقدسة او لا، تنطر أدي رقبتك وقت لا يموت صاحب العلاقة. واو. من بعد ما موت أنا بتاخد الكنيسة الاكسبيرانس صارت معي وحياتي، وبيعملوا محكمة وأفوكادو ديابل مدري شو، وبيحكموا يا مزبوطة يا مش مزبوطة، يعني أنا ما رح أعرف، أنتوا بتعرفوا من بعد ما أنا موت، طبوا خبروني بس نطلع. سوال تاني مرة هونيك بلشت القصة، تاني مرة كانت ليلة عيد مارشاربيل، كنا بعناية ليلة عيد مارشاربيل، كل لبنان بيكون بعناية يعني من تموز، تالت أحد تموز، تالت أحد من تموز، بوقتها كان 15 جوية، بوقتها ناولوا 50,000 إرباني، 50,000 تناولوا، يعني على لي كان في شي 100,000 شخص فوق. سو طلعت عادي أنا قدسنا وطلعنا على المحبسة، كان معي شباب أصحابي، كان صار شي نص ليل تقريبا، هلا أنا وبالمحبسة جوا عم صلي، والمحبسة مليانة عالم والساحة برا كلها ناس، وبتعرف جبل عنيا كله بشر، يعني ما بتعود تشوف لا زفت ولا تراب. سو أنا بالمحبسة صارت الإكسبرينس معي مرة تانية، هي زيت يعني زيت النور، زيت الحضور، زيت الشيء، بس هالمرة كان في حوالي ناس، ما كنت لحالي. سو بقيت شي ساعتين ثلاثة جامد، هني ما شافوا شيء؟ لا شافوني أنا جامد بس، جامد بصير مثل التمثال يعني، ببطل في عندي لون، كان واحد ميت يعني. عيونك مفتوحين؟ لا عيني مغمضين حسب ما هني شافوا، أنا ما كنت شيء. بس بيشوفوني صرت مثل التمثال خلص بيجمد. جربوا يحكوك يهزوك؟ لا هالمرة ما حدا جرب شيء. ساعة اثنين ثلاثة بريف رجعت، بعدين رجع لي لوني، وقفت طلعت لبرا، حسوا علي قالوا لي شو صار معك، قلت لهم صار مثل أول مرة، كانوا هنا عارفين شو صار معي أول مرة. شو عم تمشى أنا وياهم برا، اللي ماشي على الشمال شاف دم على إيدي، قال لي في نقط دم على قميصك، قلت له والله عليت القميص طلع عن جديد، رجعت بينت الإيد، كانوا أول مرة يعني بيان الحرق وعم تنزل مي ودم وعادي. قلت أنا بيش صارت مرة تانية،
زتين ممكن يصير ثلاثة وأربعة وخمسة. بريف نزلت عند رئيس الدير أبونا توما مهنا كان بعده، وشفت أبونا يوحنا كان عم يستلم الدير من أبونا توما. قلت له صارت معي القصة مرة تانية، طلع في أبونا توما قال آه صارت التانية، يعني هاتوا في رسالة من وراء هذا، لازم يكون في ثلاثة وأربعة وخمسة، هاتوا مشروع كبير مارشال بالمعك. قلت له ممكن. قال لي شو بده؟ قلت له والله بعد مش كثير واضحة براسي الخبرية، بس بوقتها كنت بلشت أفهم. قال لي الله يباركك صلي وشوف شو بده ربنا وعمول. برجع الثالث مرة، كان كمان لودي نوفمبر 10 تشرين تاني، كانت سنة 95 هو 10 تشرين تاني عيد ميلادي، كمان كان عم نصلي بالمحبسة وعم نعمل قداس والمحبسة مليانة والعالم برا وقت القداس كمان صار معي زيت شي، عشت زيت الاكسبرينس، رجعت العلامة عن جديد كمان نزل الدم ومي وزيت الخبرية. شوي الرابعة الخامسة السادسة السابعة صارت كل سنة تصير مرة أو اثنين أو ثلاثة، إنه هلا بال 27 سنة اللي مروا يمكن صارت شي 50 مرة. بس كان في رسالة، كان عم بيحكيك شيء عم... إيه كنت بلشت أفهم شو المساج. أوكي. وأنت عم بتصلي كنت عم تطلب شيء، كنت عم بتفكر بموضوع معين، شو بشو كنت عم بتفكر؟ عن أي مرة أنت؟ عن أول مرة ولا عادة؟ لا عادة يعني لما بتصير معك. Actually لا بعد أول مرة لما كنت عم بتصلي شو كنت بشو كنت عم بتفكر؟ او قبل ما تصير معي الاكسبيرينس كنت عم بفكر مثل ما قلت قبل، شو الحياه، شو معنى الحياه، الله ليش خلقنا، شو في هونيك تاني مال تاني مره. من بعد ما تفكرت هيك تفكر شو بده مني، خلصت محسومه براسي انه لحو هون، اوكي لحو الله حاضر، حضوره هالقد مهم وهالقد قوي وهالقد فيه محبه وسلام وكل هو، شو بدك مني؟ وفهمت شو بده مني، بده نشتغل للمحبه والسلام مطلق. من وقتها صرت هلا مثل ابو ملحم، شفت كيف بيس ميكر، ما تعرف ناس بتخانقوا عن جد بروح بصالحهم. وعملنا الموفمان اللي با مساج، هذه الحركه السياسيه هدفها كانت المصالحه. نحن اول ناس بلشنا بالمصالحه بلبنان بين التيار والقوات، هي اللي با مساج تاسست من ضباط بالقوات وضباط بالجيش، اسسنا هذه الجماعه وبلشنا على مصالحه بين العسكر يلي حاربوا على الارض، القوات والجيش، كمان ضباط بالجيش، جنرال خلي حلو واحد منهم، جورج نادر، ناريك ابراهاميا، مش رح سميهم كلهم لانه اسم الله كتار حبايب قلبي صاروا، نحن كنا نتقتل نحن وياهم هنا، وضباط قوات. بلشنا باللي بام الساج، الهدف تبعها كان المصالحه. كنت عم تتقتل انت وياهم مش من يعني مش 10 سنين يعني مش لا بالتسعين بالتسعين اكثر كان سنين، لا انه من بعد من قبل هالقصه انه مش مش بعيده، مش انه قطع كتير وقت. انت لما صارت فيك هذه الحادثه فكرت انه ليش انت، ليش شو عملت انت تا يظهر عليك مار شربل، في عملت انت شيء استثنائي، هي غلطه يعني، كان في هالتساؤلات؟ والله بصراحه فكرت كتير فيها من بعد ما صاروا ناس يسالوني، ان انا اول فتره ما فكرت، بس صرت بس اعمل تيمونياج، ما صاروا طلعت على التلفزيونات والراديوات والمجلات والجرايد، نجمت يعني باول فتره، وبتعرف هذه النجوميه أو إذا تعرف ميديا، يعني أنا زلمة كتير بري، كتير بري يعني ما كنت كتير سوسيابل ومع الناس، إيه كنت كتير هيك إنتروفيرت لحالي، ما بحب العجقات، مع عيد ميلادي كنت بعنا يعني عم صلي لحالي، وكان إذا واحد يعمل لي عيد ميلادي كنت بعمل مشكل أنا وياه، يعني بعمل مشكل شو عم تعمل؟ إيه أنا شو عيد ميلادي، كنت ضحك عليهم بيعمل عيد ميلادهم. صار في صف مثلا برات بيتك ناطرينك بس وقف تظهر تطلع انت من البيت؟ لا مش هلاد، بس يبقى في صحفي حدا نطرني، مرحبا معلم انت ريمون نادر سامعك عجيبة، شو بدك يا خي، انا من المجلة الفلانية او الجريدة، مش بس من لبنان. لا مش من لبنان، بيجوا من وين اجوا تعرف تذكر؟ بي بي سي، سي ان ان، الفرنس، شي الفاتيكان، اجوا من كل المطارح، بيسمعوا في عجيبة بيجوا بصيروا يصوروا بيعملوا تحيات. اوكي. سو بي 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 هذا الجو يلي يعني قلت لك انا كنت كتير بري، ما حب هاي الاجتماعيات، وقلت لك اول رياكشن كانت انه فليت، كان كل هدفي صناعه السلام، كل اللي عم بيعملوه الناس هيك بهالحروب والخلافات ويقبروا بعضهم ويقتلوا بعضهم كخيه، في شيء احلى؟ انه في شيء احلى انه بتتخانقوا على المصاري، بتتخانقوا على السلطه، بتتخانقوا على شغلات بلا طعم، الخير رح تموتوا، بس تموتوا رايحين عند حدا خيي فظيع، شوفوا شو بده يعملوا له، حش تخانوا على شغلات بلا طعم، تخانوا على المصاري شوي بعض لسانه وبيموت، خي شو طلع لك، ما تتكبشوا هون، هون it's not your home، هون ماشي هذا باساج ترانزيت، your home is elsewhere، لحو هونيك your home، حضر حالك لهونيك،
حيش تتقتلوا هون على شغلة بلا طعمة، عن جد بلا طعمة. تكون هيك فرانك معكم من وقتها أخي، لا المصاري بتعني لي ولا السلطة بتعني لي، كل ما يصير في انتخابات نيابية بيقولوا لا ترشح، بس كون في تركيباتك بالسياسة بيعرضوا علي زيرو انترست زيرو، يعني حتى ما بتخطر ببالي. هلأ عمول نايب نايب شو نايب قدام شو فيه بعدين شو نايب شو رأي جمهورية، يعني ما بقى يعني لك تعرف ليه، بتصير تحس انه خي انا مش مخيم هون، كيف في شيء اهم. صح، الاهم هو عن جد تعطي الانسان قيمته، خي الانسان مهم. اللي بوجع اليوم بيموت الانسان بشكل رخيص وبينزل وبيتبهدل، مع انه الانسان كائن كتير مهم كتير عزيز على قلب اللي خلقه، خي اللي خلقك بيحبك كتير، باي حق ببهدلك انا؟ كيف بهينك يا خيب؟ لو كيف بقتلك؟ مين انت؟ ممنوع ممنوع، انا مجبور احبك خيب، انا بحبك لانه اللي خلقك بحبك. ممنوع تقتل باسم الدين يعني؟ ولا اسم، ما فيش خيب. ممنوع تقتل، مش بس تقتل، يسوع بيقول خيي يلي قال لخيه يا جاهل استحق نار جهنم. ممنوع تقول لخيك كلمة عاطلة، هالقد مهم الانسان. نحن شو بدك مسبت وكلام عاطلة وقتل وزل وبعده، وخاصة هلا. بس ريمو انت كمان كنت مقاتل يعني، قتلت عالم من قبل. انت لما صار فيك هذه الحادثة ما قلت انه طب انا ما زين قتلت اشخاص بركي ما يعني ما لازم يصير فيه هيك عجيب، لانه انت يعني تاريخك ملطخ بالدم. لا كمان. لا ما فيش، في شغلتين، في تاريخ التاريخ تاريخ انه في كتير قديسين قبل كانوا مقاتلين، والبدك مربولوس واحد منهم، مار فرانسيس واحد منهم، ساركيس وباخوس منهم، سانتينياس دول ويولا، هؤلاء كانوا ضباط عسكر يعني كانوا بيحاربوا وصاروا قديسين كبار بالكنيسة، مش عم بتمثل فيهم بصدع، عم بقول لك انه شو جاب لجاب. بس هؤلاء ناس حاربوا وقوصوا واشتغلوا وصاروا قديسين. اكتشفت بعدين انه حدا قال لي جملة علقت براسي وحسيت انه هذا اللي كنا عم نعمله نحن. انا كنت عم بحارب حبا باللي وراي مش كرها باللي قدامي، ولا مرة كرهت حدا عم بحارب، كنت عم دافع عن مجبور دافع عنه. انا كنت بمنطقة بالبيت عندي اخوتي وامي وبي ولاد الحي، الناس مسالمين وما كان عنا سلاح ولا مدربين ولا شيء، كان حدنا مخيم خيي للفلسطينيين، في مسلحين وهجموا علينا، مش نحن هجمنا عليهم بكل الحالات. نحن بلبنان شوية اجيك فلسطيني عم بقوس عليك، شوية سوري عم بقوس عليك، شوية النظام السوري منظمات فلسطينية، وخي نحن قاعدين ببيوتنا. أنا عم بتعلم بالمدرسة، كنت بتروازيام روح على المدرسة من عبكرة هيك بأمان الرب وارجع عشية على البيت ومبسوطين. شو إيش الحرب مع عود زياد رحباني؟ إيش قاعد بحضننا؟ شو مش أنا رحت على الحرب؟ في قدامي حلين خي، أو بقول لهم تعوا قتلوا لي أمي وبي وإخواتي وخدوا بيوتنا، أو بدك تدافع. دفعت مش لأني بكره ولا الفلسطيني، وبعدين هلا ما بكره الفلسطيني، شو عرفه معطر مدام مسكين مثلي يعني، شو هو هيك براسه كان عم بيهجم علي؟ ما هو معطر مثل حكايتي، بس انه هجم علي شو فينا نعمل؟ او بدي له ايه قتلنا خي ماشي الحال يلا سحب دقنه وبلاها، او بدك دافع عن حالي، او بدافع عن حالي. وبقلك بكل الحروب يلي ما كان فيها هيك دفاع حقيقي عن النفس ما كنت حارب. كل هالحروب الداخليه والخناقات والصراع على السلطه ما شاركت ولا وحده منهم، كل وقت حس خي حدا عم بيهجم علي بدافع، لا طه حبيب قلبي شو اللي معك. اوكي هلا هيدي الحرب اللي بتطلع من هاي الخلفية، انا خي عم بحارب لاني بحب اللي وراي مش لان بكره اللي قدامي، من قدامي معطر كمان، يمكن لو مضطر حارب وما بحارب. فلسطيني كي مبسوط يحارب؟ هلا السوري بيجي بلبنان خي، العسكري السوري مبسوط يحارب؟ ولا هلا انه الايراني والعراقي وهلا الاوكراني والروسي زي بقلب الحرب، ولا نحن خي الروسي مبسوط يهاجم على اوكرانيا والاوكراني مبسوط انه عم يدمر بلده؟ هيدا اللعب شياطينه، هذا لعب ليك الله وين؟ خيال المخلوقات الرائعة اللي اسمها الإنسان، تعرف شو حلو الإنسان؟ شو؟ تعرف ده شو حلو الإنسان؟ كتير. تعرف دماغ الإنسان كيف يشتغل؟ لو أنا كنت بشوف كمبيوتر انسطل، لك الكمبيوتر شو بيعمل؟ لك دماغ الإنسان بيحط شي مليار كمبيوتر بجيبته، مكنة رائعة. السيستم نيرفو تبعه، السيستم دو ديجستيون، قلبه كيف بيشتغل، السيستم سانجانت أو خي مخلوق بياخد العقل، خي بتقتله؟ هو شيء مش ضابط، هو شيء مش ملك بيك خيي، مش انت عملته تتفكه، انه اذا انت عملت تركيبه اوكي فكه كبه عمول بدك ايه، مش لك خيي، حدا عمله مبسوط فيه قد الدنيا وبيحبه خيي، كيف تخربط له اياه؟ انا بس توعى على هالحقيقه خيي، بس تحس الانسان مهم،
بصير بس تحسه عم بينهبل، سوري على التعبير، يعني عم بيعمل شيء سطلنة. خير ليش عم تعمل هيك؟ خير ليه عم تقتلوا بعضكم؟ هلا فكر هون بلبنان بشرفك، فكر انه صنة وشيعة ودروز ومسيحية، ومسيحية بين بعضهم وصنة بين بعضهم وشيعة بين بعضهم ودروز بين بعضهم وخناق وحقد. خير ليه عم بتعيشوا كل الوقت؟ ما ليه ما بتعيشوا؟ خير ليه ما تنبسطوا؟ تاكلوا خي، بتشربوا، بترقصوا، بتغنوا، بتعملوا مهرجانات، ليش عم تنهبلوا؟ خير شو عم تخانقوا؟ بس عارف كمان شو اللي بيخوف ريمو؟ انه كان نحكي فيها تحت الهواء انه كيف مش رجال الدين، في بعض رجال الدين وفي بعض رجال السياسيين عم بيستغلوا الدين كرمال يقدروا يحصلوا على قصص، على مصالح شخصية، على او اجتماعية او سياسية. بس ليه صار في هيدا الشرخ؟ انه شو صار؟ انه ليه صار في فرق بين اوائل كيف بلش الدين او كيف بلش تحكية الدين مع اللي نحن عم نشوف هلا؟ شو الفرق بين المؤسسة الدينية والإيمان؟ هيك من اول بلشت الأديان هيك، نحن بنفكرها جديدة لأنه نحن عايشين بهذا العصر. بحكي على المسيحية لأنه بعرف بالمسيحية أكثر. من أول ما بلشت المسيحية في ناس كانوا يستغلوا المسيحية لقصص شخصية، ياخذوا بوست ديني ويستثمروا لقلهم ويحتكروا العلم. العالم المدينين كانوا رجال الدين، كانوا الوحيدين اللي كانوا يعرفوا يقروا ويكتبوا. بعدين صار في الجوتنبرغ ريفولوشن بعتد بالقرن ال 16 المطبعة، وصارت العالم تقدر تطبع الانجيل وتقدر هي تقرا وهي مش هذا السبب، لكن قبل كانوا ينسخوه نسخ، ما كانوا يطبعوا، بس كان الانجيل ينسخوه. يعني انا عندي نسخه بعطيك اياها بتنسخ عنها وبتاخذها بتعطيها لغيرها، كان ماشي النسخ، مع انه كان صعب، كانوا يعملوه على جلد، كان ياخذ كثير وقت، او على البابيروس بدك تجيب ريشه انفضه وتحط لها حبر من الاخطبوط. كانت قصه صعبه. بس مش هو المشكله. من اول تركيبه الانسان هيك، تركيبه الانسان بس شوف شغله، في استعمله للخير، في استعمله للشر، خاصه بس تمسكوا سلطه. بتعرف متين بتعرف المعدن تبع الانسان؟ سلموا سلطه. اذا كان هو فيه خير بيستعمل السلطه للخير، بيحب الناس، بيخدم الناس، كيف ما بيقسم الناس. إذا في شهر بيستعمل سلطة يستعبد الناس ويخوفهم كمان. سو بما أنه بفترات كتيرة كان الدين سلطة، كان في رجال دين، خي مزبوط رجال دين عم بيتبعوا إلههم بكل أناعة وبحق، في رجال دين خي مسيحية بيتبعوا المسيح، بس تمسكوا سلطة خي بيقتل حاله لخدمة الناس. ومار تيريزا، يوحنا بولس الثاني، مار فرانسيس، مبدعين. وهذه مار تيريزا خي عندها سلطة، عندها 30,000 راهبة بكل العالم، قوة كبيرة يعني. ما بتستعمل سلطتها مشان تعمل رئيسة أو تطلع مصاري، لأنه شايفة يسوع، قابعة يسوع. بس هو العالم استثنائي، يعني بعتقد نحن عايزين الفصل، فصل الدين عن عن السلطة. شايفين أن نحن بفرنسا بال 1905 وكمان بأمريكا بال نسيت أمتى بال First Amendment، نحن السلطة والدين كتير يعني فيتين ببعضهم، وهذا الشيء عم بيسبب كتير مشاكل. لك بس لك بس تكون في أبو للدين بالسلطة بصير هيك، إذا لا ما بتعمل مشاكل. يعني افترض خي مطران صار رئيس، مثل ما كان المطران بقبرص في فترة، كان رئيس جمهورية قبرص مطران، لهلا مغرومين فيه لهالمطران. خي مطران صار رئيس، خدم الناس وعمل من قبرص قبرص واشتغلها وزبطها ورتبها، عم بعطيك مثل بايخ. بس كمان في شيء كفاءة كلمة تقدر تمسك السلطة، وفي شيء ديني بركي ما لازم يكون فيت ببعضه، أنه فيك أنت تكون مؤمن بس ما لازم تكون رجل دين كرمال تقدر تمسك السلطة. لا مزبوط، إلا إذا كان عندك الكريتيريا اللي بأهلك تكون بالسلطة، هذا لازم يفهمون الناس. برجع بقولك، افترض مطران هلا ترشح على النيابة، إذا عنده مواصفات النايب خي حقه، أوكي انتخبه خليه يطلع النيابة. شيخ كمان زيت شي، افترض شيخ خي دارس جيوبوليتيك وإيكونومي وأبضاي وشاطر بالخبريات وعم يترشح على النيابة وعنده المواصفات، آدمي وحبوب وشغيل وخدم، وعال يجي. بس إذا لا، إذا عم بيستعمل هو صفته الدينية تيستعبد الناس 100%، لا بس هذا بطل دين. نفهم النيوانس. أنا بنظري رجل الدين هو يلي أخذ الله صح وعم بيتبع تعليمه، هذا رجل دين. شو ما يعمل يعمل، بيعمل سياسة، بيعمل اقتصاد، بيروح بيصلي، خي شو ما يعمل هذا عم بيعمله انطلاءا من الوحي الإلهي اللي عنده إياه. إذا لا عم بيستعمله لسلطه لإله، خي هذا فاسد حتى لو ما كان رجل دين. بس أنا اللي بخاف منه أنه هالأشخاص اللي بركي ما رح يفوتوا بتقنيات كفاءته لهذا الشخص اللي مرشح للانتخابات أو اللي بالسلطة، رح ما حيفكروا بالكفاءة، رح يفكروا أنه أوكي هذا شخص جاي من منطلق رجل دين، نحن لازم نصدق كل شيء اللي رح يقوله. مزبوط، هاي خطورته، خطورة رجل الدين وقت بصير يحكي باسم الله، بصير هو الأوراكل، يعني
بس يحكي ما فيك تنافسه لأنه كلمته كلمة الله. هو بس يحكي أنا عم بحكي باسم الله، هيدا أبشع استغلال للدين، أبشع استغلال. بس بتصور تدعي أنت أنه عم تحكي باسم الله تتستغل الناس، هيدا المكر. يعني شو كيف إذا بك تصور الشيطان هيدا إيه بحقوق معينة أو عم تحكي إيه معك. إيه أنه خي أنا عم بستغل موقع أعطاني إيه الله لأخدهم الناس تأستعبدهم وبكذب عليهم كذب. يعني بطلهم خيي انه الله هيك بده، وعم بستعمل الله انا لأغراض سياسية واقتصادية تاخذ سلطة او مال، انه هيدي اكبر اكبر عمل حاقد او عمل كاذب ممكن يعمله انسان. خيي بك اذا كنت رجل دين بك تعمل دين، خيي مثل الدين تبعك مزبوط، اتباع الله، كون انت ريبريزنتان لله خيي بين الناس. مين الله؟ انا عندي محسومة براسي الله محبة وسلام، بس كل شيء برات محبة وسلام خي مش من الله، هذا من الشيطان. كل شيء باقي بس يطلع رجل دين يحكي شيء ما في محبة وسلام كذاب. على العميان بيقولك هذا كذاب، هيا الله عم بيحكي عنه. بيطلع رجل دين بيحكيك بالقتل والقهر وزل الناس، خي هيا الله هذا، أنا هيا الله عم بيحكي. إذا الله هيك بقى شو بدي بعبد الله تاني خي. حتى السياسيين بيحكوا هيك كلهم، بدهم يحافظوا هيك مصطلحات على طائفتهم وبيصيروا بكذبوا، هذا عشان يحافظوا على جمهورهم. ايه انه بيحافظوا على انه انا عم بحمي المسيحيين، انا عم بحمي الشيعة، انا عم بحمي السنة. لك حبيبي خليهم يحبوا بعضهم، بيحموا بعضهم 100%. وليش بدك تحميهم اذا ما قتلوا بعضهم تحميهم؟ خي قال له نحبوا بعضهم، قال له للمسيحي خي اذا انت زعيم مسيحي قال له خي حب المسلم، واذا انت زعيم مسلم قال له حب المسيحي. ليش بدك تحمي من مين؟ بدك تحمي مين من مين؟ إذا العالم مزبوط عن جد بيحبوا بعضهم، مش قادرين خي نعمل بلد عن جد نحب بعضنا خي؟ ليه؟ أنا إذا خي أنت بحبك وتحبني، ليش بدي أحميك مني وحدا يحميني منك؟ ما ماشي حالنا خي، شو بنا؟ شي مأكول، شي مضطهد، شي إيه وحقوق، عندي مظلوم. حقوق، خد حقوقك، شو لك حقوق خي؟ خد حقوقك، ما مثلي مثلك، حقوقي حقوقك خي، ولا عشو عم تخنق؟ إنه أنا في حقوق حدا أخذ لي إياهم. خي ليه؟ في شغلات عم يمكن بين مسطول بهالموضوع، بس خي بحسها كتير كتير سخيفة وكتير سطحية. لأنه الله بالآخر خي بده نحن المخلوقات اللي الله خلقها وحبها خي يحبوا بعضكم. أنا إذا بحبك وأنت بتحبني خي بقتل حالي تأخدمك، إذا أنت ناقصك حق أنا بعطيك إياه، حتى لو ما كنت من ديني ما بقبل خي يكون في حدا يأكل لك حقك، أنا بعطيك إياه. بروح بيستغلوك وبيحموك مني، إذا أنا بحبك وبخدمك ليش بيحموك مني؟ صح. انت كده عم تقول انه الله حب وسلام، بتعتقد انه في شخص يكون منه متدين او منه مؤمن وكمان يكون شخص بيحب وسالم؟ اكيد، لانه نحن بنؤمن بعمق ايماننا انه روح الله موجودة بالانسان. الله وقت خلق الانسان خلقه وحط من روحه فيه، روح الله هي روح الحب والسلام، رح موجودة فيك انت، عليك تعملها اكتيفيشن، شغلها خي ما تطفيها. مربورس بقول لا تطفئ الروحي، ما تطفي عمل الله جواتك، ترك الله يشتغل فيك، الله رح يشتغل فيك فرح وسلام ومحبة. طيب في ناس مؤمنين ايه وبيصير عندهم تراجيدي دراما بحياتهم، حدا بمثلهم، ولد بمثلهم، بتعذبوا كتير. انا بعرف كتير ناس من بعد هيك تجربة بيكفروا أو بيقولوا طيب ليه؟ شو الجواب للناس يلي بيتسألوا طيب إذا الله حب وسلام ليه عم بتعذب هالقد؟ ليه أخذ لي ابني؟ ليه عندي سرطان؟ بارح بالضبط 13 مارس كان عنا رياضة روحية عن هالموضوع، عن الألم، لماذا أتألم؟ ليش في ألم بهالعالم؟ وهذا موضوع اليهودي بده يأخذ معنا شي 4-5 ساعات، وبصدق عم بحكي انه شرح الالم بالحياه بده وقت. شو مفهوم الالم خي؟ ليه بيتالم الانسان؟ بعرف بختصره بشكل كتير سريع، الله ما بيحب الالم. الله خلق الكون بارموني توتال، عم بحكي عن ايماننا المسيحي، وبعتقد كل الاديان الكبيره بيؤمنوا ذات شيء. الله لانه هو الله كامل، احنا بنؤمن الله كامل، عمل كل شيء على بيرفكسيون. شيل الإنسان، تعطيكم هذا المثل، شيل الإنسان الكرة الأرضية شو حلو، كان في إيكو سيستم ماشي على بيرفكسيون، مي نظيفة، الشمس بتطلع، الغيوم، الحيوانات، كله ماشي هيك أنارموني ولا غلطة،
ما هيك ايكو سيستم ماشي بشكل مذهل. يعني اللي درسين هلا ببيولوجي والهود اللي عاملين الدراسات عن الايكو سيستم بيشوفوا شو هالدقة المعمولة فيه. عن جد شيء سبحان الله اللي خلق هالدنيا شو حلوة. حط الإنسان فيها خربت، ببخش جبال وبيشيل الشجر وبينزع الدنيا وبيقبطلوا بعضهم وبيخبصوا بيخربوا. سو أول سبب للشر بالعالم هو خطية الإنسان. أوف. لو الإنسان ما بيخطي ما في شرور. عم بحكي بالمطلق. قابتلي إيه ما خيه صار زلزال وماتوا الناس. هلا في مفهومين لهالموضوع، قلت لكم درست تيولوجي طويل عريض مش عم نطرم الناس فيه. أكيد. بس تيولوجيك ما أول سبب للخربطة العالم هي خطية الإنسان. لو الإنسان مشي مثل ما الله بده تمشي الدنيا على بيرفكسيون. في بعض الشغلات يلي بتصير بتقلك أنا ما خصني، ما أنا آدمي وحبوب وبصلي وبصوم وبقدس وبعمل كل شيء وجد فيه المصيبة. الشيء الوحيد يلي بيعطي تفسير لهذا الموضوع مثل ما قلت بالأول، نحن مش هون بيتنا، نحن قاطعين هون رايحين مطرح تاني. بهذا المطرح اللي عمالين فيه اليوم الامبرفكسيون هي السائدة، هذا العالم منه كامل. الشغلة التانية السيستم البشري كله بيتخربط إذا بتشيلي منه الوجع. أنا ما رح يفهموا علي شو عم بقول الناس، بتقولك هذا درس لاهوت لحاله، بكرة بحطها على اليوتيوب المحاضرة اللي انت بارح بيسمعوها بيفهموا أكتر شو الموضوع. هيدا أصلا سبب صلب يسوع. يسوع تألم، يعني يسوع هو بجسد كل ألم البشرية. يسوع مش عامل شيء، لا قتل ولا سرق ولا كذب، ابن الله وعم بمثل الله وجايب رسالة من الله وصلبه ما هيك وتألم ونوجع ونهان على الصليب. هيدا السيمبول للمسيحي تا يعرف كيف يقدر يبرم الألم لخير. بس واحد يصيبه مصيبة أو يصير معه ألم في قدامه حلين، أو بيرفضوا وبيحاربوا وبيهاجموا وبينكر الله، أو بيستعمل هذا الألم لخيره. لأنه مالوريزمون ما بيطلع الإنسان ليفوت بعمق الحياة الروحية ومفهوم الله إلا ما يوجع. فهذا عنوان قديش بده شارح بالتفاصيل، بده كتير شارح بعرف. بس الإنسان بيكون مفكر هون بيته وصحته منيحة، شغله منيح، بيته منيح، عائلته منيحة، كل شيء تمام. If I belong here خلص أنا هذا هون تمام بيكتفي. بس يدق بشي بهودي صحته وعائلته مصرياته وشي، بس شيء يهز منهم بيوجع ببلش يفكر أنه أنا مش هون، في شيء تاني، وبيروح صوب الله. 90% من الناس بس يتألموا بيروحوا صوب الله. يعني إذا ما تألموا ما بيفكروا حتى شو في هونيك. يعني الألم 90% من الحالات إذا واحد عرف تقبله بيحوله لخير، وهي بيسموها sanctifying grace، يعني النعمة المقدسة. بس واحد يستوعب الألم يحوله لصالحه، هيدا الألم بصير سبب لقداسته للشخص. والألم لابد منه بالحياة، لأنه عايشين بعالم امبرفي، وأكتر امبرفكسيون فيه هي الموت. آخر شيء بدنا نموت. والشيء الثاني دائما بقول لهم خيي سنعمل نعمل ريزونمون بار لابسورد، خيي ليش بيموت ولد عمره شهر وشاب عمره 20 وختيار عمره 80؟ إذا نعمل ريزونمون بار لابسورد وفي ناس بعدهم عايشين كمان بيستاهلوا الموت. إذا نعمل ريزونمون بار لابسورد خيي يفترض إنه قال الله خيي أوكي ما حدا صغير بيموت، رح نحط ثريشولد، نحط سوي إنه خيي كل العالم يعيشوا لل 80. بتعرف شو بصير بالدنيا؟ تخيلوا كل عالم عايشوا لـ 80، شو بيعملوا الناس؟ ماشي تجمد الحياة خلص توقف. انه انا رعيش لـ 80 لو شو ما صار، تخيل لا بيشتغل ولا بيكل ولا بشرب ولا ما بمشي، بس رعيش لـ 80 بضيع سياحة، ببرم، بيكل حشيش. يعني بتفقد الحياة معناها اذا واحد بيعرف انه انا عندي 80 سنة رعيشهم لو شو ما عملت. الديناميس تبع الحياة بيروح. بس انت كيف يعني افترض مثلا حدا مثله ابن او بنت او شخص قريب عليه، يعني بتقله بس انه هيدي خطة الله بتعتقد انه هيدا الشخص رح يضله مؤمن؟
لك حسب الباك جراوند تبع الانسان، حسب علاقته بالله. اذا لقيت الله صح بيحول الالم لخير. نحن بالمسيحيه قصه صليب يسوع قصه كبيره، بتعرف احنا صلب المسيح وقيامته هي صلب ايماننا. يسوع حول الموت لحياه، حول الصليب لفرح. كل الم بصير معك بحياتك اذا بتعرف تتعاطى معه هذا الالم بتحوله لفرح. هلا بتقلي كيف قصة؟ عن جد ديناميزم طويل، بس هذا كله له علاقة شو علاقتك انت مع الله، كيف فيك تستوعب الشر تبع العالم تتحوله لخير. بتعرف نحن يعني عملنا رنا نعمل هذه السردة مش كان بهال يعني انا بحكي ليهود لا مش كان شيء يعني انا مني ملحد وما بعتبر حالي مؤمن، بس بعتبر حالي شوي روحاني. نحن مش جايين نبشر ولا نقول انه هذا الطريق الصح ولا هذا الطريق غلط، نحن جايين بس نخلي العالم تشوف وجهات النظر وتشوف بركي القصص والعجائب اللي صارت ببعض الاشخاص. ويعني we're big boys and girls وكل واحد في مش كل يوم تتعرف على حدا صار معه عجيبه يعني والقصة حلوه يعني انه أكيد. تجربة تتخبر. أنا اللي مش بخاف منه بس عم حس إنه صار في kind of transaction مع الدين بشكل عام، إنه إذا بتعمل هيك بتروح على الجنة، إذا بتعمل هيك بتروح على جهنم، والأشخاص ببلشوا يعيشوا بخوف إنه أوكي لا ما لازم أعمل هيك أو لازم اتجه بهذا الديركشن. بتشوف العالم هيك عم تتبرع عم تعطي مصاري وعم تعيش كأنه الصورة نمطية منها حقيقية لأنه بدهم يحصلوا على الجنة. مزبوط. ولأنه بيخافوا من جهنم، وهذا الشيء بعتقد غلط لأنه شوي هيبوكريتيكال. 100% هذا مش شيء روحاني، هذا مش شيء روحاني. نحن نتعاطى مع الله أيام كأنه بزنس، بعطيك بتعطيني. بتشوف انت هول الماجا تشيرشز خاصة قصة مثلا دورات، وأنا نادر إذا مار شربل بيعمل لي هاي بحط 10 دولار بالدير أو بلبس ابني. هيدي اندورات. الله ما بحبه نوضي. الله مش هيك. هذا تشويه للإيمان الحقيقي، تشويه للدين. ومش قصة انه سما وجهنم، قصة انت خيارك، انت خيارك، خيار المحبة او الشر. انت شو بك تكون؟ اذا بك تكون خير هي السما. شو السما؟ هذا خيارك، انت اخترت انك تكون انسان عم تعمل خير بهالدنيا. السما مش هونيك، بتبلش تعيش السما هون. يسوع بقول ملكوت الله في داخلكم، يعني السما اللي انت رايح عليها لحي جواتك، انت بتعيشها هون، بس هذا it's your choice. انت بدك تقول خي انا بدي اكون رجل خير، انا بدي اكون رجل سلام. هيدي السما، بتبلش السما من هون انت عم تعملها. والشرير بقولك لا خي انا بدي اعمل شر، خي بدي اقتل، بدي اسرق، بدي كذب، بدي استعبد الناس، هاي جهنم. بس الشرير كمان ما بعتقد امرار بيكون فكر انه هو شرير، يعني بعتقد كل واحد شرير بيعتبر حاله بطل قصته اذا بدك. ليك في نقطة هذه مهمة، الحقيقة موجودة بقلب عمق كل إنسان. برأيي حيالله إنسان عم بيعمل شر بس يقعد بينه وبين حاله يفوت لجوا بيعرف ما بيعمل شر. يعني هتلر لما كان عم يقتل اليهود عم يعمل إبادة يمين شمال، وهو كمان اختار في ريس معينة شقر عيون زرق طلع فيك مدين دي سيرفايف. لا هي كمان كانت روحي مش جرمانية. لا ما هل هو كان عن جد معتقد انه عم بيعمل شيء صح؟ لانه كان عنده direction او توجه معين، كان عن جد انه مش بس هو كان لحاله قدر يخلي العالم البقيه يعملوا مثله. صحيح. عالم ما خصه في شغلات يعني في شغلات بتطلع ولا مش كل الكيات مثل بعض، ما فينا حد كان عممه على الكل. في ناس مرضى نفسيين بيجي مريض نفسي خي عنده تصور معين مدري منين جايبه بيوصل للسلطه هيك بيعمل. في كتير مرضى نفسيين بيوصلوا على السلطة بيخربوا الدنيا، هيدا مرض نفسي مش عن قناعة. أنا عم بحكي عن الناس الواعيين، ما في حدا واعي على الحياة وبيعمل شر وما بيعرف. هي تعطيك مثل، أول ما بلشت العبادات أنا عامل دراسات عن العبادة عند الإنسان، ليش الإنسان بيعبد، منين جاي هالخبرية. إذا بتشوف ترجع بالتاريخ لورا كانت كرة الأرضية معمولة من مجموعات من البشر متباعدين، ما فيش تواصل بين بعضهم. كان في قبائل عايشة بأمريكا الشمالية وبسموه النود الحمر، قبائل بأمريكا الجنوبية، كان في الفايكينجز بنوروي مدري وين، قبائل بأفريقيا، كان في ناس مع كونفوشيوس بالصين.
قبائل مش مترابطين مع بعضهم، يعني كل واحدة مش قادر توصل للتاني وأصلا مش عارفين ببعضهم، بس كلهم قالوا لنا ميتة، كلهم عندهم نفس الفاليوز، عندهم كلهم الكذب غلط، كلهم عندهم القتل غلط، كلهم عندهم الخيانة غلط، عندهم system of values embedded بالإنسان زي خلق المبادئ خلق معه. غريب يعني؟ لا مش غريب، هيدي روح الله، الله خلق الإنسان في روح الله، روح الله اللي فيه كي بتقلك شو الصح وشو الغلط، هذا بسموه الضمير. ما في إنسان بالكرة الأرضية الله مش عطيه ضمير، بس الفرق إذا بتشغله أو ما بتشغله. أنت إذا عندك ضمير، إذا ضميرك واعي، خي بس تعمل غلط بيرن جرس جوا، تعرف إنه في شيء غلط. إذا ضميرك مطفي لكتير أسباب، أو أنت أناني خي بتحب حالك، بارانويا، ميجالومان، شو بعرفني شو هاد اللي بسمي ليهم شوي شوي. عندك مرض نفسي خي، مهستير، تربيتك عوجة، كل عندك شيء كومبلكس، شيء عط، في شيء معطوب فيك مانك واعي. بس واحد عن وعي كإنسان عبلك سائي صوف، إنسان طبيعي عنده ضمير، بس يعمل غلط بيعرف، حتى بدون ما حدا يقول له لا الدين ولا الوصايا ولا الله ولا شيء، بطبعه هو الإنسان مبرمج جواته في ضمير بيشغله بيقول له شو الصح وشو الغلط. في حدا بالكرة الأرضية كلها بيعتبر الخيانة صح مثلا، بس تخون في شيء بيزمر براسك أخي عم بعمل شيء غلط، ملحد، مش سامع بالله، مؤمن اللي بدك إيه، في شيء بيزمر، الخيانة غلط، خي الكذب غلط. في حدا بالعالم بيقول لك إذا كذبت علي أنا هيك بنبسط؟ بس في كتير عالم كمان بيقدروا يبرروا الكذب، يعني بيقدروا يكذب، مش يكذبوا على حالهم بس بيعملوا هول المنتل جيمناستيكس كلمة يقدروا يريحوا ضميرهم. نحن كمان فينا نكون كتير كرياتيف، كنت عم تقول في عنا كمبيوترات، في عنا 900,000 كمبيوتر براسنا، أو تطلع من مرض أو أنه قصد بيعمل شر، هذا عم بيكذب ويغطي كذبته بكذبة وكذبته بكذبة، أنه هذا عايش بالكذب، يعني عم يعمل غلط، هو عارف حاله عم يعمل غلط. طيب أنت يعني أنت إنسان، you're a man of science، يعني مهندس نووي، كيف قدرت تعالج هول التو، ما عارف إذا هن فيك تعتبرهم two approaches مختلفين، بس كنت عم تفكر بطريقة معينة وهلا صرت بركة عم تفكر بطريقة مختلفة، ولا قدرت تتعالج؟ لا بالعكس، التقوا مع بعضهم بشكل كتير حلو. كيف التقوا؟ أول شيء الله is a man of science، okay. الله مهندس، الله علم، يعني الله علم، الله مش انه هيك اخبار بالجو واساطير، ما الله تركب هالكون شخص علمي، يعني هو ركب الذرات والاتومات والسلولات وركب دماغ الانسان، هو علمي. اذا انت بتبني علاقه مع الله، انت عم تبني علاقه مع حدا علمي، مش هيك شيميريك، يعني حدا بالجو وبيطرق شعر. اوكي طيب بلش من هون. هدف الانسان هي اذا بدك جوات راسه معرفه الحقيقه، في شيء اسمه حقيقه بالكون، في حقيقه مطلقه، يعني انا بامن بالحقيقه المطلقه، ما بامن بالحقيقه الحقيقه النسبيه. بيجي الانسان بيقول انا برايي هيك، شو رايك؟ في حقيقه مطلقه، هاي الحقيقه المطلقه اسمها الحقيقه، او بدك تلاقيها عن طريق الله بسموها الدين اذا بدك، او العباده او الروحانيات، او عن طريق العلم، بس الحقيقه هي ذاتها. يعني مش انه العلم بناقض ما في العلم يناقض الروحانيه والروحانيه تناقض العلم، لانه هذا هو الله، الله هو روح وعلم، ما بينائد حاله. أنت الأبروش اللي عم تاخدها، أو بتروح تاخد أبروش علمية رح توصل لعند الله، بس عن جد تكون أبروش علمية حقيقية عميقة، يعني مش واحد بتعلمه كلمتين وبصير بده ينظر على الله، تفوت بالعمق. أو بتروح بالروحانيات بالصلاة والتصوف وهذا السبيريتواليتي العميقة، برك تصيب الله، بس بالحالتين هو ما بيتناقضوا. بروف من سنة 85 وبالجي 90% من علماء العالم بيؤمنوا بالله، بيقولوا في كرييتر، ما هي قصة انه خلقت لحالة، مش هنعمل كمان درس فيزيك هلا، من زمان الحياة ركبت لحالة، هلا هيدي خلص صارت، بس واحد ركبت الحياة لحالة هذا علميا متخلف، يعني اليوم scientifically proved انه في كرييتر، باش حدا يشارع كيف؟ بالأرقام، في أرقام بعملك بريزنتاسيون برهن لك انه في كرييتر، ما بتركب الا بكرييتر. كل العلماء اليوم بيقروا انه خلص there is a creator، ما بتركب لحاله. هلا هلا بعطيك مثال بسيط، ورا البيج بانج وهيك، وحده منهم البيج بانج. سو عم برجع هلا الساينس، يعني الساينس اليوم بتاكد 100% باكواسيونات وارقام انه في creator، خاصه بس تدرس الدي ان اي تبع الانسان، ماشي بتركع بس تشوف الكود جينيتيك مستحيل يركب لحاله، مستحيل. بس هاي creator
مجبور يكون الله؟ اه هذا السؤال، من هو هذا الكرياتر؟ في الكرياتر يكون زلمة خي عمل هالكون وبقى له جلاته خلص، مش سحبت ايدي خي يروح يعمل بده، ما بتعطى. في اله هالكون لا، عمله وعنده بيربس وعم بيتابعه وبده يحقق منه هدف. في حدا تاني بيقول لا عمله خي بس ما بنعرف شو الهدف تبعه. هلا النظرة للكرياتر تختلف من واحد لواحد، شغلة كتير طبيعية. فإذا في إجماع اليوم إنه في كرياتر، من هو هذا الكرياتر؟ أنا كمسيحي الكرياتر شخص، الله هو محبة، خلق هالكون لأنه بحب، مثل ما الأرتست بيرسم لوحة لنقول. تعرف قديش الفنان بحب لوحته أو نحات بحب منحوته، أو أنت بس تعمل شيء خيب تعلق فيه، هذا أنت خلقته، بحس إنه الله خلق الإنسان خيه ومعلق فيه، نحن الماستر بيس تبعه بحبنا. بما إنه بحبنا ما بده ينا نموت، ما حدا بحب حدا وبيدمره أو بيهريه أو بموته، صح؟ أنت إذا تحب حدا أبشع شيء عليك أنك إنه يموت، تخسره. إذا فيك ما تخليه يموت ما بتخليه، بإيمانه وبإيمان المسيح إذا بدك، الله قادر ما يخلينا نموت، بتي ما بده يخلينا نموت. مش هناك أنت بتعيش بهالحياة تحضير للحياة الأبدية يلي ما بتموت، الله ما خلقك تتموت. ليش؟ لأنه بحبك، بحبك بده إياك تكون معه عطول. تتكون معه عطول في one condition، بك تكون مثله. ما فيك تعيش مع الله إذا كنت غريب عن الله، بك تكون مثله. مثله شو؟ محبة، حب خي. أنت كل ما تصير تحب كل ما تصير تشبه الله، كل ما يصير فيك تعيش معه. إذا ما بتحب بك تعمل شر يعني، ما فيك تعيش بمطرح ما في شر، بتروح معهوديك. يعني مش ضروري تآمن أو تصلي، فيك بس تكون إنسان بحب وسالم، صح؟ ايه بس بكتبني عليها مع الله. ما فيك تحب منك انت، الانسان مش هو نبع المحبة، انت بك تجيب المحبة من نبع. بس اذا المحبة جاي من داخلك انت وبس عم بتحب لانه بسينة عم بتنوي سري اوكي معلش بتدخلنا الطبيعة بزالك تزيل بري. لا اللي عم فكر فيه انه الشخص اذا عنده المحبة جواته، مثل ما كنت عم بتقول عنده المبادئ خاصة بضميره، ان كان عم بيصلي بهالطريقة أو بهالطريقة أو لهالدين أو لهالدين أو ما بيصلي أو ما بيصلي، بعده بيكون في يكون إنسان منيح وفي يكون إنسان محب. صحيح. حتى نحكي عن الإيمان طبعنا، المحبة شغلة كتير يساء فهمها بين الناس. شو يعني محبة؟ وقت عند الديفينيشن تبع المحبة، أنا إذا بحبك لأنك عم تعطيني اللي بدي إياه منك ومرتاح معك، ما هيك؟ أنه أنت زلم مهضوم وحبوب، القعدة معك منيحة، وإذا عزت شيء بتعطيني ومرتاح معك هي، أوكي؟ في إلي مصلحة تكون أنت صديقي، بحبك. طيب إذا ما عم تعطيني اللي بدي إياه، أنت مثل ما أنت خي، وصلت لوقت قلت لي خي أنا كنت مهضوم بالقعدة معك، هلأ صرت سائل، كنت عم بعطيك شيء متشارك أنا وياك، ما بقى بدي. يعني كل شيء كنت حبه فيك عم تعطيني إياه بستفيد فيه، بطلت تعطيني إياه، شو بعمل؟ بطل حبك. اوكي هذه بتتناقض مع الله. الله بيحبك، شو ما عملت بده اياك تحب هيك، انا لازم احبك حتى لو عم تقتلني، حتى لو عم تاذيني لازم ضل احبك. هذه محبه الله، هاي بسموها الاجابي. في فرق بين الاجابي واللوف والفرنشيب والايروس، ما دي هو مستويات. اعلى مستوى هو الاجابي. اجابي يعني بحبك بدون مقابل، بلا حدود بلا شروط، بحبك ما بدي منك شيء بدون مقابل، بلا حدود يعني حتى بموت كرمالك، بلا شروط يعني مثل ما أنت، حتى لو ما عم تعطيني شيء. هاي المحبة الإلهية. يسوع على الصليب، زلمة جلدوا ومسمروا وحطوا له شوك براسه وبهدلوا وبزقوا عليه وعلقوه على الصليب، شو قال لهم على الصليب؟ أنه خلص أنا بسمحكم، مش عارف بتعرف شو عم تعملوا، ماشي حالك. يعني واحد مثله معلق على الصليب بهالوجع وبهالألم وبهالبهدلة وكل اللي عملوه فيه، ويقولهم من على الصليب أنا بحبكم، هلا صعبة بس بدو ينا نحب هيك. هيدا الحب، هيدا الحب من الإنسان الطبيعي خي ما بيعملها. الإنسان هو بيكون منيح وحبوب وطيوب وبيساعد طالما أنه مش عم تقرب صوبه، قرب صوبه بيحسب الله ما خلاك. هاي مش محبة. أنت هيك تعتقد العالم إذا ما عندهم محبة الله أو إذا مش متواجين لله هيك بيفكروا أنه مصالح بس؟ لا مش 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 مصلحة، لا مش ما اسمه مصلحة. ما فيك تكون هيك بتحب بلا ما تكون مؤمن. ما بعرف،
بعد مش صايرة معي. مش صايرة؟ لا يعني بالتاريخ إذا بتشوف بالتاريخ ما حدا قدر يحمل خطية الآخر بمحبة إلا الناس يلي روحانيين عندهم شيء من الله. شو الله جبرني أتحمله؟ إنه أزاني ويحل عني أقل شيء بقول له خي خلاص باش تعطى معي. ليش بدي أحبه خي؟ ليش بدي أخدمه؟ ما فيش سبب بشري يعني تخلي واحد عم بيأذيك تضلك تحبه وتخدمه بشريا. ما بعرف صايرة؟ ما بعرف. بس أنا عم فكر إنه ليه هذا الشخص رح يضل ما حيفكر إنه هو العالم عم بيستغلوني؟ هذا الزلمة ما حيفكر بمصلحته، رح يقول إنه خلص إنه turn the other cheek. أنتم المسيحيين بتقولوا turn the other cheek. أكيد this is going to lead to كتير ما في العالم عم تستغل البقية لأنه هذا الشخص بركي بيكون مؤمن أو بيكون هذا، يعني ما لازم يدافع عن حاله بقى. بلا بلا ما بدك كده. أنتم تسألوني أسئلة كل سؤال بدو دارس اليهود بياخد معنا 5 ساعات. بلا مش عم أقول إنه أنا كون لازم أكون هبيلة. أوكي في فرق. إيه صح. يسوع هن عم بالمحكمة إنه عم بيحكموه جاوبوا للرئيس الكهنة بيقوم واحد من الحرس ضربه كف ما برامله خده يسوع قال له تعا ضربني واحد تاني. قال له خي ليش عم تضربني؟ بوقتها دافع عنه دافع عن حاله بالحكي يعني هو ما كان بموقع إنه كان بقلب المحاكمة يعني شفت كيف؟ إنه ما بده يعطيه درس للزلمة كان عم يتحاكم وعارف حاله وين رايح. ما بدينا نكون هبل بس بدك تكون أنت مع الحق وتعرف تاخد حقك حتى لو كان كيف بدي أعبر عن الموضوع بدون ما تكون عم تجرح كرامة الإنسان. فيك تظهر حقك تقول له خي أنا هذا حقي ماني هبيلة هذا الحق تبعي بس رح أعطيكي بس لأني بحبك. ما هيدا السر هاي المحبة اللي ما كتير بيفهموها الناس. خي افترض أنت سرقت لي مصرياتي ومش أنا زلمة غاشي بقولك ايه برافو عليك سرقت لي مصرياتي صحتين على قلبك أنا بحبك. لا بقولك أنت حرامي خي عملت شر وعملت غلط سرقت لي مصرياتي لو طلبتهم مني كنت بعطيك إياهم خي خدهم أوكي بس أنت سرقتني. يعني بظهر الحق وساعتها بقرر خي خدهم لأني بحبك خدهم. بعدين هيدا فلسفة بده ربنا تكون مجتمعية مش على مستوى واحد. كمان يسوع بيقول خي أنتم مثل خميرة بالعجين يعني بتحط الخميرة لازم تصير كل العجين مخمر من هالخميرة لازم تكون هيدي الفلسفة تبعيتنا. بس تصير فيها فلسفة الناس كلها مثل ما ربنا بده وربنا بده كل الناس تمشي بهالفلسفة. صح. إنه خي إذا واحد هيك ضايقك خي مش ضروري تضربه. خي غلط وضربك كف قال له طيب تعال ضربني واحد تاني تتكسر الشر. إذا هاي فلسفة عند كل الناس ببطل اللي بيعملها هبيلة. بصير خي كلنا نعمل هيك خي تعال ضربني إذا غضبان ومقبع معك وضربتني تعال خود خد التاني مش معناته أنا مسطول معناته أنا عم بكسر الشر بقلب الجماعة تكسر السايكل يعني. إيه لازم كلنا نعمل ذات الشيء مش إنه بيضربني بضربك بضربك خبط بعضنا حدا بده يقول خي خلص وقفوا تعال ضربني أوكي أنا بخده خي. هذا مفهوم الصليب انه انا باخذ خي الشر تبعكم راح ياخذوا علي حبوا بعضكم. بس تمشي هاي الفلسفه بين الناس هذا بسموه ملكوت الله. شو ملكوت الله يعني خي تصير السماء على الارض ناس عايشين بسلام بيحبوا بعضهم. انا جواتي بحس خي الشغله هينه وشغله هيك لتكون ديفاكتو خي بنحب بعضنا شو فيها يعني انه ليه بده يكون معي انا مليار دولار خي حاططهم مكدسهم عم زخزخ وحدي واحد ميت من الجوع شو الامانه ايه شو الامانه خي ما فيني تعميل هالزلمه خاصة الرئاسة اللي عنا مدكوكين دك مصاري مش وابل خي أنا بدي حل مشكلة لبنان وما عم لقي مصاري لخي هودي الحاكمين اليوم بس بجمع المصاري اللي معهم تنحل قصة لبنان بيسكر الدين ايه لا صندوق دولي ولا قروض ولا بلوط. بس خي لشو ما عمش قبل 4-5 مليارات اللي معك ما راح تاخدهم معك. لا بعدين شو بك تعمل فيهم خي إذا صرفت كل يوم مليون دولار ما بيكفوه عن جد ما فيك تصرفهم. في ناس ميتة من الجوع يا زلمة أعطيهم بحسها شغلة كتير بايخة واحد يعملها. بس انا عن جد لحلقة بستغرب ليش ما بيعملوه عن جد ليه ما بيعملوه. اذا واحد معه 4 مليارات قال لك خي انا بدي شيل مليار انا ابن هالمنطقة الفلانية اللي فيها الفقر عم بيرعب الناس خي بياخد مليار دولار بوزعنا على العالم خي هو ما بينبسط ما بيفرح جواته انه جاب فرح لخي لشي 1000 عائلة 1000 عائلة 1000 عائلة كل واحد مليون دولار يعني 1000 عائلة بعطي مليون دولار اذا وزعت من تعرفي شو يعني. لا هذا شيء كتير غريب يعني انه مش بس بيحتكروا المصاري وبيخلوا كل شيء بجيبهم بس بيجربوا كمان يقنعوا العالم انه هن عم بيعملوا شيء صح وهن عم بيدافعوا عنهم والعالم هن عم بيزلونا وبيصدقوا العالم اكزاكتلي مشكله الناس انه ليه بيصدقوا ما عم بفهم
خي لأنه في مجموعة خدعة بيستعملوها، مثلا بيبعت لك كرتونة إعاشة على البيت فيها رز وحدس وحمص بكون حقها شي $50، تنبسط وهذا الزلمة طلع فيك وبعت لك كرتون عم بيلبيك على الأولويات وبس لكم نهار ايه، او بيعطيك بون بنزين وبون مزوت ومدري شو، بتصير انت متحس مثل كأنك انت مدين لقاله هذا الشخص، وهذا الشخص فظيع لك شو عم بيعمل، بتصير بتطلع عبد لقاله. اكزاكتلي طلع بعد شوية بعد نظر، خي هذا واجباته يأمن لك أكل وشرب وطبابة وسيارات وطرقات وكهرباء وعيشة كريمة، راح اشتراك بالكرتونة، ما احنا شعبنا هيك، وبمئة دولار بكرة بالانتخابات بيعطيك $100 والله، أو بروح بيجي بعزي عندك بالدفن أو بيحضر عرسك، لأنه ما فيش بعد كتير وعي. بزفت الطريق تبي كمان، بزفت لك الطريق قدام بيتك الوقت، لأنه ما في وعي إذا بدك اجتماعي بعد كافي عند الناس، مثل وقت بيعملوا ثورة. خي أنا الثورة كتير هيك زعلتني، حدا انتفض على جو مرت، طلعوا خي المنتفضين والمنتفض عليهم انه مش كتير بعيد عن بعضهم، ترى مفهوم الوعي اللي عندنا بعد مش مفهوم واضح، اللي بيوعى خي بيوعى، مش بيوعى بيرجع بينام، ما في ثورة بتعمل قفزة وخلص توقف. بس هو العالم كامل اللي انتفضت انقمعت وتقتلت وتقوست، يعني كمان مش كل وقت العالم فيها تنزل على الشارع وتجرب تطلب بحقوقها، لانه ما فينا نظلم كل الكاتيجوري تبع الثورة اللي نزل. أكيد نعم. في نزلوا ناس على الأرض صور، في ناس نزلوا فولكلور تمام، شافوا أنه في سهرة تحت خلينا أنزل دبكة وأجواء ويوقع أجواء الشباب ينزل على الأجواء، في ناس استغلال أكيد، أنه هاي تلاقي مطرح يعني هونيك شو بيستفيد، مش حرام خليني أركب على النقاء الثوري صح، حرام نحط يعني عم بفهم عن المفهوم، بس يكون في عندك شيء ظلم عم بيقوم والناس يقوموا على الظلم، أنه حلو واحد ظلم كفي، بس صعب تقدر تقوم عليهم، خاصة إذا هول الأشخاص اللي عم نحكي فيهم بيقوصوا عليك، هل قدي معهم مصاري يقدروا يشتروا العالم أو يقدروا أو يقوصوا عليك. ما لأنه نرجع للناس قديش عندهم إمكانية للتوريزيست، الضغط اللي عم بيصير بعد ما في ثورة بتصير هيك ثورة كلها زهور، ثورة في وجع، كيفك تغير فيها دم، مش بالضرورة فيها لازم يكون فيها وجع، فيها تعب بعد هذا الشيء. كل شيء بيتخطى الأهل، خي شعبنا كتير مقهور، كتير مقهور، نحن ناس مقهورين خي ومزلولين وتعبانين، واللي عم بيصير معنا مش معقول، مش مقبول شيء من الخيال، لما تسافر ما في معك تسافر، ما فيك تسافر، ما في إمكانية، ما فيني بدك تروح على بريطانيا خي اخذ معك كيس كاش تقول أنا البطاقة تبعيتي ما بتشتغل بالبنوك اللبنانية، انه ليك وين صرنا، هذا اذا فيك تسافر، هذا اذا فيك تسافر، اذا بعد العام عم تستقبلنا، يعني انه بتحس صرت بمطرح قاهر لدرجه انه بده خي بده قهر تطلع منه. طيب انت قلت انه الشخص بيكون عنده تشويس، بيكون عنده خيار معين، او بيروح بهذا الطريق او بهذا الطريق، انت بتعتقد انه بالانسان في يعني كنت عم تقول انه في محبه وفي سلام، بس كمان في شر، ما هيك بكل انسان بتعتقد انه في شر بكل انسان، وحسب هو طبعه للشخص بيختار هيدا او هيدا. بتعرف شو اكبر مصيبة عند الانسان؟ شو؟ الحرية. حرية التعبير. لا الحرية. حرية مطلقة. سلام. انت كائن حر. هيدا من مال شيء كتير حلو. بيشبهك لالله. بكل الكون. الكائنات الوحيدة الحرة هي اللي فيها من الالوهية. اذا كنت كائن بس بيولوجي انت ما بتكون حر. ما عندك قدرة الخيار. يعني جيب خروف على حط له حشيش حط له همبرجر. ما عنده خيار. بيأكل حشيش. هذا مبرمج هيك. الإنسان أنت بتقرر، يلا جاي عبي الهامبرجر بتاكل حشيش بتاكل. حريتك هي أعظم صفة فيك. إذا إنسان أخذ حريته بطل إنسان، صار كائن بيولوجي. وبذات الوقت أخطر صفة موجودة فيك هي حريتك، أخطر شيء فيك هي الحرية. ليش؟ عندك الإمكانية، إمكانية الخيار. هيدي صفة إلهية، صفة من الله. الله هو حر، عطاك من ألوهيته حتى فيك تكون أنت كائن حر على صورته، على شرط تستعمل الحرية للخير تتكون مثله، إذا تستعملها للشر رح تكون مش مثله، مثل حدا تاني. سو هيدا الحرية هي هيدا السلاح اللي عنده إياه للإنسان، من خلاله في يختار. وبتعرف المحبة بلا حرية ما بتوجد، أنت بس تحب يعني عم تختار، أنت بتحب شخص يعني اختارته. إذا أنت موجود أنت وبنت على جزيرة لحالكم فيك تقلها بحبك؟ شو كيف تحبني؟ ما فهم أنه أنت ما اخترتني. إذا في بنتين تقول أنا بحبك، أوكي لوحدة يعني أنت اخترت فضلت على هديك، عملت خيار. أنت بس تختار بنت بين 4 مليارات
الخيار تبعولك الحر يلي خلى هالبنت إلا بحبك وتصدق أوكي نقيتني بين 4 مليارات مرة. يعني ما فيك تحب افترض حطولك صحنين قدامك مش عارف مجدرة وسوشي أخذت مجدرة يعني اخترت المجدرة يعني بتحب المجدرة هذا الخيار. سو الحرية اللي عطاك إياها الله تتعبر عن محبتك. أنت فيك تستعمل الحرية مثل كل شيء بهالدنيا مثل ما قلت لك مفاعل نووي خي فيك تركب فيه صواريخ تدمر العالم فيك تولد كهرباء. صح. هاي الحرية فيك تستعملها للخير للمحبة تحب الناس خي يحب الناس خدمهم تاع شو ناقصك حبيبي أنا معي كيسين رز خود واحد بشبع أنا وبتشبع أنا شو ناقصك خي موجوع أنا حدك بساعدك مجروح بأمرك تعبان أنا هذا الخيار تبعك تشتغل للخير وفيك تشتغل للشر. شو فيني استغل فيك خي معك مصاري بقشطك يا هون قاعد أنا متختخيك وبدي استعبدك فيك تستعملها للشر. مش هناك السلاح الأخطر بالإنسان هو الحرية وأحلى شيء بالإنسان هي الحرية إذا استعملها تيصير يشبه الله يعني يعمل خير وسلام. عم تحكي عن الاختيار في كمان كونسبت المصير الدستني. هل الإنسان أنت تعتبره في يختار الشر أو الحسنة إذا عنده مصير وخلص مكتوبة و حيلا تشويس بياخده رح يوصل لمحل معين؟ لا أنا مش أنا إيماننا يعني ما بيأمن بالديترمينزم إنه ما بيأمن بالفاتاليزم إنه it's written مكتوب إنه خلاص مكتوب خلاص مكتوب هيك لشو ما عملت لأنه إذا مكتوب هيك ما بقول عنده الله إمكانية يحاسبك. إذا أنت مكتب لك تكون قديس شو فضلك يعني وطلعت قديس وإذا أنت كأن الله كتب لك تكون شرير ما في لك روح على جهنم أنت رسم لي إياهم وعملت مثل ما أنت قايل لي. نحن من آمن بالديترمينزم أنت حر أنت بتاخذ خياراتك بس أنت منك كومبليتلي حر لأنه في جواتك شغلات مش منك في شغلات بيجيك بالوراثة شغلات بالانفيرونمان تبعك شغلات بالتربية شغلات بالبيئة اللي أنت فيها بالبيئة اللي عشت فيها بتطبعك بشغلات أيام بتعمل شر تكون أنت مش هيك بدك. مش هناك في لحظة بالحياة اسمها البريز دو كونسيانس هي لحظة الوعي وقت اللي بتلقط أنت حالك بإيدك بكون إنسان أيام عايش هيك وماشي مش فاهمين عن شيء عن شيء بصير معه حدث بحياته خلص بوب بضوي براسه بيعمل بريز دو كونسيانس بيوعى أنا في شيء غلط أنا عم بعمله لسه. من هاي اللحظة خلص بيوعى بصير يعرف أنه كيف بده يعالج النواقص اللي فيه يلي جيته من التربية أو من الوراثة أو من المكان وكيف بده يطور الأشياء المنيحة اللي فيه. عشان هيك نحن بالحركة اللي بام ساج في أكاديمية فيها أكاديمية اسمها الفيرتشوس ليدرشيب يعني كيف مندرب القائد ليكون قائد فضيل بسميها القيادة الفاضلة. يعني بناخد إنسان نعمل له أناليز دو تامبيرامان له نعرف شو التامبيرامان تبعه شو حسناته وشو سيئته وين نقاط الضعف ونقاط القوة ومنساعده إنه نقاط الضعف تبعيته يعالجها يزبطها ونقاط القوة يستعملها تيكون قائد فضيل. أنا كنت ندرب القيادة قبل ندرب ليدرشيب سكيلز يعني كيف تكون قائد ناجح كيف تكون قائد ناجح وشرير فيك أكيد. تعمل شايفينا يعني كتير فيك تعمل قائد فظيع وتاخد الدنيا عشر صح. نحن لا في شيء اسمه القيادة الفاضلة كيف يكون القائد حدا عنده فضائل عنده فيرتو هن اللي عم بيقودوه بتشوف هالإنسان خي بس يعمل الاناليز دو كاركتير تبعه وخي فيه شغلات أنا ما بديها أنا إذا جدي كان طنبوز لنقول عصبي باخد أنا بالوراثة من جدي الطبع الكوليريك وأنا زلمة خويتة هذا بيسبب لي تصرفات ما بدي يا اخي انا دغري بولع بس اعرف هذا نقطه ضعف فيي بيشتغل عليا بصير خي بس يصير معي شيء حدث خي مش دغري تولع روح مش دغري بس انت تعلم كيف ايه مش انت تقدر تخفف من السيئات الموجوده فيك اللي مش بارادتك وتطور الاشياء المنيحه اللي فيك بارادتك مش هيك طلعت انت مصيرك وتصير تمشي فيه. بس صعب كتير تعرف هذه لحظه الوعي بتصير بس كلمة تقدر تطبقها لوقت لونج تيرم يعني مثلا تخيل شخص مدى طويل يعني لمدى طويل يعني تخيل شخص كان يظهر ويسكر ويحشش ويتخدر ويتزعرن وما في شيء غلط بهول القصص بس بلا في شيء غلط في شيء غلط اكيد نقول الغلط غلط يشرب ويدخن لا اخي يشرب بس ما يسكر ويقتل العالم مثلا يدخن لا بده يدخن عم بيأذي حاله اوكي هلا ليك بس تعمل بريز دو كونسيانس مزبوطه بتصير كل شيء بيأذي شوي اول شيء بصير الاشياء اللي بتأذي كتير ما بتقبلها
بعدين بتصير تصغر صغر يعني بتصير اشياء حتى صغيره زي ما تقعد لا انا بركي يعني النموذجك عم استعمله شوي منه 100% انا قصدي انه شخص عم بيعيش بطريقه كتير غلط افترض ما عم بيشرب ما عم يدخن بس عم بيتعامل مع اللي حواليه وعم بيتعامل مع حاله بطريقه كتير سيئه هيدي لحظه الوعي كتير مهمه بس تطبقها على لونج تيرم كتير صعب لانه ما بعرف امرار حيلا شغله غلط بتصير الزلمه رح يلجا ل اللي كان يعملوه من قبل لانه اسهل ايه مزبوط معك حق بيرجع بيعمل اشطاط بس بيرجع بيطلع بتعرف ليه ايه لانه ضيق طعمه في شغلات بتدوقها بحياتك ما بتنساها ما بترجع لها بتصير تضل على طول ترجع لها هذا مثل الحب الاول صح بس كنت اثنين مغرومين ببعضهم خي في جو اتموسفير كان هو البو يلي نمي فيه هذا الحب مع الوقت بعد سنه 2 3 5 10 خي هذا الحب بيفتر بيتغير بيتعب امتين ترجع بتولعه بس ترجعه على البو اللي خلق فيه بترجع بتسمع زيت الغنية بتروح على زيت المطرح بترجع بتلاقي ولع ليلة بتكون دقت طعمة طيبة غيرتك هلأ أنا على مستوي الشخصي خيهاي الطعمة اللي دقتها بعناية خلص خاتمة فيه ما بتتسأل. حتى لو رجعت على طبعي القديم طبع هذا القائد الطنبوز الضابط خي سلطة وحرب بضل جواتي بس ما بخليه يتنفس او بستعمله للمطرح اللي انا بسيطر عليه مش هو بسيطر علي بستعمل غضبي بركي تدافع على المظلومين مش انت اظلم الناس بستعمل الزخم اللي فيه تساعد الناس المعترين مش انت عطر الناس يعني بخلي هالتامبيرامون اللي فيه ما فيني شيله بس بصير بالبريز دو كونسيانس تبعيته انا عم بسوقه مش هو عم بيسوقني بتعمل له تشانلينج يعني بتحطه بتوجهه ايه بتعرف ان طبع الانسان بكون مثل عم تعمل روديو انت طب قاعد على العجل وعم بنط فيك ما فيك تسيطر عليه بيجي على وقت بتراوضه تصير انت قاعد على العجل وعم تمشي مثل ما انت بدك صح هيدا الحلو بالانسان اللي بيعمل هالبريز دو كونسيانس بصير يكتشف حاله خي انا زلمه متكبر وطنبوز وعندي هالتوك وهالتوك اوكي عظيم بقبلهم انا هيك مش انا مسؤول عنهم خي تربيت هيك وصورت هيك وبالجان تبعي في هيك بس هلا هودي موجودين فيي رح استعملهم للخير بستعملهم للخير بتعرف طب للأشخاص اللي بعد ما طلع لهم هيدي لحظة الوعي بدهم يتكلوا على الله يعني مش بس على الله بده يسعى بده يكون نحب من آمن فيه شيء اسمه النعمة والإرادة النعمة لجراس تيجي من الله الله بيعطيك النعمة بس يكون عندك إرادة انت بدك تقول خي انا بدي اوعى على الحياة هاي الحياة شو خي انا ماشي هيك مزبوط ما في تكون قاعد عطيزك يعني بس لا بده واحد يسعى خي فكر شو عم تعمل بهالدنيا انت شو هدفك خي وين بدك تروح هيك عم تبرعت يعني بتاكل وتشرب اثنين وتخلف وتموت ايه وبعدين وعى نوقف وقف عمول بوز بحياتك انا دايما بقول هيك للناس خي نحن الحياة بتاخذنا كتير انه عم نشتغل ونطلع مصاري وانا عبي بنزين وبنا ناكل وبنا نتعلم خي عمالك روح عمول بوز تكي وقف بوف بوز وانت بقلب هالبوز فكر خي انا وين رايح شو عم بعمل هاي الدنيا وين اخذتني شو بدي حقي بهالحياة خلصت حياتي هون بقى تخلص حياتك هون وانه ما تفكر رح تعتق هون يعني هون مش بيتك رح يجي نهار تهرجل ويهروا اسنانك ويتعبوا عضلاتك ويصير بدو مني هديك خلص بنا خطير يعني اذا عشنا طبيعي اخر شي بدك تموت عارف حالك وين رايح بلش حضر حالك بك تروح توقف قدام اللي ركبك قدام اللي خلقك قدام اللي جمعك قدام اللي عملك عمول حسابك هي توقف قدامه وتمت معه حديث اذا اللي عم تعمله منيح هو رح يكون راضي عليك اوكي كفي اعمله إذا بتحس مش راضي عليك بلش صلي حبيبي ما بتعرف إيش راح تلتقى فيه صح وهيدي اللحظة جاي لكل إنسان بما عندي لا يقبل أي شك أنا عشت خي مش عم بحكي قرية مدري وين بدك توقف قدام اللي صنعك قدام ربك سميه مثل بدك الديانة اللي بدك إياها في حدا خالق هي هالكون بدك توقف قدامه هيدا الخالق الكون محبة وسلام قديه بتشتغل على المحبة والسلام قديه رح تشبه له ورح تكون مرتاح توقف معه قديه انت مش شاغل محبة وسلام رح تصير مثل لبسين الكابل بالحليبات بتعرف لبسين بس تفوت على البيت بيركب بحضنك بصير يخر بس اذا عامل شي شغلة غلط كابل بالحليبات تفوت على البيت بصير يهربين منك سو ما تكون مثل لبسين الكابل بالحليبات بس توقف قدام الله خي وقف قدامه وكون عندك الشجاعة انه يا رب انا قدامك انت خير ومحبة وسلام نحن بقول هو خير وحق وجمال الله هو خير وحقيقة وجمال إذا اشتغلت أنت للخير والحقيقة والجمال رح توقف قدام الله مرتاح صح. إذا خربطت بالخير والحقيقة والجمال ما حتكون وضعك صعب
بعتقد وصلنا على اخر البودكاست مديا. انا كنت بدي اقول شيء قبل قبل ما نبلش نسجل الحلقه يلي حضرونا هلا شافوا الصور ايدك وصور مرشر بالله اذا ما بيعرفوه قلت لك فيك تفرجينا ايدك ليشوفوا الناس مش بس صور. جوابك كان كتير حلو، تتذكر شو جوابني؟ انه المهم مش يشوفوا الايد، المهم شوفوا جوا، شوفوا جوا. بس لأقول إذا الناس، لأنه بعرف أنه في كتير مشاهدين رح يقولون إيه بس ما فرج إيده ما زيش فرجتهم الصور ما بيهم إيه هولهن بل يتأكدوا مزبوطين مثلا مش تاتو فيهم يعني. فيهم شافوا الريبورت تبع الحكمة. مش عم نمزح مع الناس يعني، مش عم نعمل فلومة لا أكيد، ولا عم نعمل الستارات. وصلنا 27 سنة أول سنتين ثلاثة تلفزيونات وبعدين خلص لا عد حكينا ولا عد حكينا، صرنا نروح على البراتيك. التقينا بربنا وعطانا نعمة تنشر المحبة والسلام، مش انه كل الوقت تلفزيونات ومقابلات ونجوميات وخبريات وتعوا شوفوا. ما بحبه بصراحة، ما بحبه يعني. بس واحد اللي فرجيني خي من كل هالحديث انا ما ركب براسة غير هودي مهمة، ما في شيء اهم هيتا نفوت على العمق. صح. سو بالعمق مش هناك بيقولوا لي خي ليش ما تطلع بتحكي بالتلفزيونات وخي ليه خلص بده في الواقع الحياة بيفرض حاله. برك تلتقى بالله بلش فتش عليه خي. مرحبا يا رب بدي احكي كلمتين، هاي بسموها الصلاه. شو الصلاه اخي؟ اقعد افتح صله مع الله، احكي ما له، هو خلقك وبيسمعك وبيحس فيك. بس قل له مرحبا يا رب في مجال نتفاهم ولحق من هونيك. اذا لا اخي حط راسك بالارض كل نهارك من ثلاث دجاج وبتنقود وراكد خيب، شو معنى حياتك؟ انا بصدق بقول اخي شو قاعد يعيش واحد يعمل على الكوكب اذا مش عارف حاله عم يعيش تعمل شو؟ وناكلنا شربنا نمنا عملنا سكس تجوزنا انبسطنا وبعدين شايف حالك بعدين كيف تصير؟ سوري يعني عشت بالحرب شفت الاتروسيتي كتار، وخاصة بتشوف الانسان بس يهتري ويتحلل خينت هيك اخر شيء رح يكلك الدود يعني. هذا الجسم اللي انت مبسوط فيه وعم تهتم فيه وتزبطه وترجله وتنفخه خي والله حرام رح يروح. اهتم جوا فيك جوا كنز ثروة ضخمة، هي هيدا قيمتك، هيدا اللي باقي، هي رح تكفي معك للأبدية خي. اهتم فيها بالكوري دارس بقول رب تهتموا بجتة كل حياتكم رح يكل التراب. نحن كل حياتنا عم نهتم بهالجتة. طيب ما فيش إيش أهم بكتير جوا خي؟ اهتم فيه. أول شيء بتنبسط هون، أنا بأكد 100% كل إنسان هيك عن جد روحاني جد أخذ الله جد هون بعيش بكتير سلام. عم بحكي بصدق بعيش بسلام خي ومرتاح بقلب كل المعمع تبع العالم، مش لأنه مهبول، لأنه لاقت سر هالدنيا. بعيش جواته بسلام وبعيش بسلام مع الباقيين يعني. هون رح يكون مبسوط ورح يكون مبسوط هونيك. تخيلي لا ماشي بالقلب، رح يكون هون تعبان ومتعب اللي حده ورح يتعب هونيك. خيش صار عليك؟ صح. عاود تفكر ويحفظوا الناس هالكلمتين، المحبة والسلام. خي حب الناس، حب الناس، حب الفقراء والمعترين والإغنياء وجماعة السلطة وجماعة الثورة. خي يحبهم، أول شيء يحبهم تصير تقشع صح. ما بتحب ما بتقشع صح، تصير تحكم هيدا كيف وهيدا كيف. حبهم أول شيء يحب، تاني شيء يشتغل للسلام خي. كون أنت فاعل سلام، force of good. ايه كون حدا مزبوط، كون خير خي، كون أنت حضور لله بهالناس، كون أنت حضور للخير، عمول خير كلنا بنرتاح. إذا كل العالم بيعملوا هيك كلنا بننبسط. طول مو ده جاني. طب على هيدا الأساس، لكن نحنا في سؤال كله نسأله. تفتكر ضيف المزبوط لنسأله إيه؟ 100%. هل أنت بتعتقد في أمل؟ ها 100%. 100% كمان؟ 100%. ليه 100%؟ أنا بآمن تمام إنه الله هو سيد التاريخ، هو اللي بيسوق. قد ما يبرعت الإنسان آخر شيء الله هو السيد. قد ما يفكروا العالم إنه بيتزاكوا وبيبرعتوا وبيعملوا استراتيجيات وجيوبوليتيك ومدري شو، انا بصدق بس اطلع اقعد بالمحبسه بعنايك وطلع على العالم جواتي بصير اضحك انه هيدا مفكر حاله هو عم بيسوق وهو عم بيقرر معطر، ما شايف اللي قبله انه اخر شيء بحطوه بصندوق وبيمشوا فيه بلفوه بالعالم وبيغنوا تاني يوم بينسوه. هيدا مفكر حاله هلا هو عم بيدير القصه كلها. في سيد هذا التاريخ هو الله. اخر شيء التاريخ كله بده يمشي بالدايركشن يلي ربنا حطه، كله بيرجع بيتظبط. ما بتعرف اي ساعة تشوف يد الله هيك عم تتدخل، تكون الدنيا رايحة هيك شوي بتصير رايحة هيك، وكل هول اللي رايحين هيك هلا ما له رزمه يعني حرام.
عن جد حرام. صح. بتطلع فيهم هيك عم بشدوا ويقدوا ويتمرجلوا وإيدين تطلع بالعالي وصبيع وكتاف بتطلع خي هذا طيب بعد كم سنة وين؟ مين رح يسمع فيه بعدين؟ مثلت بيحملوا بيطبلوا له نوبة وتقبل تعازة تاني يوم دغري خلص امحى شو عم تعمل؟ طيب في رفيق رمزي سويد بيقول لك كل وقت man plans god laughs انه الانسان يعني بينظم والله والله بيضحك يعني ما هو والله قاعد فوق عم يضحك شو عم تعمل؟ هلا بوتين فايت على اوكرانيا وبده يشيل حط خي بوتين بعد كم شهر كم سنه ما في بوتين شو بكون عامل يعني ان شاء الله كسرنا ودمرنا باوكرانيا انا زاير اوكرانيا كذا مره بتجنن كييف انغرمت فيها لكييف مش معقول شو هالمدن الحلوه شعب طيب عم بيشتغل بخوف ربه هودي بالمطاعم هودي بالجامعات هودي بالترانسبور بقي عايشين بسلام وليش بتطبط مدنهم هلا مثل ما صار فينا ما حكي ما زاد شيء مخيرين عالم عايشين بسلام ببيوتهم وبيهتموا بشغلهم وعايشين حياتهم شوي بينفجر البور ناس تخترب بيوتهم بصيروا بلا بيوت ناس ماتوا ناس معطرين وما حدا بيهتم وعملنا عشنا حرب 15 سنة هون 140 ألف قتيل بالحرب اللبنانية ووصلنا لهون هاي النتيجة ما حدا تعلم من الحرب بعدها هلا عن جديد بيطلع بيطلع خطابات كل طبول حرب أكيد الله عم يضحك مثلهم زيتهم شو عم تعملوا فينا نفس الحياة هذه نبرمها نعملها حلوة بس بدي قرار برجع بقول عم بحكيه دايما بيقولولي بس احكي مع القادة الكبار اللي بلتقي فيهم كتير انه خي حكيك بينفع بغير عالم انه انت كتير طباوي عايش فوق الغيوم بيروح يحط اجراك على الارض اوكي انه حط اجراك على الارض شو بعمل يصير خبط وخانق وبيمشي الحال لازم نعيش فوق الغيوم خي منيحة فوق الغيوم هيتا كلنا نعيش فوق الغيوم بصير تمام اليوم نادر انا نشكرك على هيدا السردة كانت سردة كتير حلوة انا بصراحة كتير تعلمت قصص وكتير انبسطت انه تعرفت عليك يعني الصورة اللي ميديا حكيتها عنك طلعت ابعد احلى ان ريل لايف سو ثانك يو طه يا شيخ شكرا لازم تعمل تقييم مزبوط للاشخاص اللي بركي بدهم يلاقوك او بدهم يزوروا ويب سايت معين انت عندك شو هو الويب سايت وشو السوشيال ميديا بلاتفورمز دي انت بتكون انا الويب سايت هيك شخصيه لالي لا يوجد اوكي بدي على الويب سايتات ما تروح بشتغل بفوت على عائله مارشاربيل عائله مارشاربيل عندها الويب سايت اللي هو شغلي الاساسي هونيك يلي هو العمل الروحي تبعي بنحطهم اكيد بالديسكريبشن على اليوتيوب يعني انا 90% من وقتي بالعمل الروحي بضمن عائله مارشاربيل بنعمل لقاءات ومحاضرات ورياضات وتدريب وهالاخبار على الخير والسلام مصنع سلام هذا الجزء الاكبر الجزء الثاني بفوتوا على التيري بيمير بتعرفوا التيري بيمير والنورسال ما رح تشوفوني يعني تشوفوا الشغل وليبا مساج عندنا هلا ويب سايت كثير متواضعه فيكم تشوفوا تتعرفوا عليها الشغل تبعنا قايم على التدريب على القيادة الفاضله نخرج قادة عندهم فكر وضمير واخلاق وبيقولوا بالفضائل مش بالعضلات مثل القيادات الموجوده مثل العاده واذا بدهم يسمعوا عندي سري محاضرات كلها روحيه يعني على اليوتيوب بحطوا ريمون نادر بفوتوا بيسمعوا اليوتيوب بحط الشانل كامل كل الاسئله اللي سالتوني عنهم عن الالم والعالم الثاني والمحبه والسلام والخطيه والشر وكله تحطوا اليوتيوب تحط الموضوع اللي بدك اياه بتشوف خلقتي وبتسمع محاضره بلا لحيه مع لحيه لا بتبلش لحيتي صغيره لانه اول محاضره بركي من 10 سنين كانت سكسوكي وبعدين صارت بتشوف كيف لحيتي عم تطول حسب قد عم بيدرس الشخص درس كتير يعني وصل للحيه طويله شكرا يا مو ميرسي لكم الف ميرسي ويعطيكم الف عافيه وربنا يبارككم وكمان وصيه انتم بعرف من قلوبكم انكم صانعي سلام انا خليك ضلكم دائما اشتغلوا لصناعه السلام شكرا keep working on love نشتغل للمحبه